مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. عشان تاخرنا شوي انا السبب، ما بقول. مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع، كل عام وانتم بخير، قلب مفتوح وقلوبنا كلها مفتوحه لكم ولضيفنا اليوم. ضيفنا له معزه وتقدير، ليس فقط من اجل المعرفه القديمه والعشره اللي هي ما هي مرتبطه بس بضيفنا، لكن حتى بكل محيطه. ضيفنا اليوم حق لنا نفخر فيه، إنسان فعلا عصامي، بنى نفسه بنفسه، يمكن شق المراحل هذه وعمره 14 سنة. ما في شغلة إلا شكرا يا حبيبنا، ما في شغلة إلا أبو صالح على التاريخ، ما في شغلة إلا واشتغلها. حلاق، حداد، مخلص جمركي، 70 شغلة في وقت واحد، ساهم في تأسيس مشاريع حلوة إعلامية، حتى بعد ما راح درس في لندن ما معه ولا فلس، وكانت المكافأة اللي تجي يرسلها كلها لأهله، بقي لنفسه 150 باوند بس عسى يعيش. دائما عنده استراتيجية في العمل، ولكن هذه الاستراتيجية جت بعد معاناة، بعد خبرة، بعد ما صقع راسه في أكثر من جدار، مر عليه أوقات جلس في بيتهم بدون عمل 9 شهور، في أصحاب كانوا في حياته بعدين غابوا في ذيك اللحظة، عمل فرز وجرد ذي الحياة. اليوم هو ناجح في أكثر مجال، في عمله الإداري في إمبراطورية الـMBC العظيمة، وأيضا في جهده اللي الآن توجه بالسنة الخامسة من الصفر، اللقاء من الصفر، والآن صار اللقاء. ضيفي هو زميلي وصديقي العزيز مفيد النويصر، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، حياك الله. شكرا لتلبية الدعوة. وهذا اللقاء ترى يعني فعلا أكيد بنسألك أسئلتنا الصحفية، ولكن ترى يعني هو قلب مفتوح من عندك ومن عندي، وفي نفس الوقت هو ينحو منح التكريم لأنك تستاهل أمانة. وقبل لا نبدأ أبغاك تريح أعصابك شوي من برنامجك، لأن أدري حكم كورونا وكذا لسه في اشياء ما خلصت يعني. ولسه في اشياء، فبالتالي احنا في شغلتنا، احنا واحد يحكي وهو يفكر يعني في 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 شغلته. كل عام وانت بخير، وانت بصحه وسلامه واسرتك الله يخليك، والمشاهدين والمستمعين طبعا. احنا حاب اقول اول شيء رحب بالمستمعين والمستمعات وكل اللي يشوفنا على كل المنصات، لا منصاتنا ولا منصات السوشيال ميديا. ابو يوسف، اول شيء كيفك مع كورونا؟ إيش اللي غيرت فيك كورونا؟ على صعيد العمل ما اختلف شيء، لازلت أعمل أجل الدوام، أدام من الصباح للصباح ثاني يوم، أيام نضطر نبات في المكتب. أنت تعرف يعني إحنا نصور إلى يوم 26 أو 27 رمضان، ونمنتج ونسهر وننام في غرف المونتاج، صعب فك هذه الأجهزة والدنيا كلها إلى بيوتنا، فمضطرين نكمل على صعيد العمل. ولكن برضو شعرت أن أنا موجود في البيت، أنا أطفالي وأسرتي أنت تعرف عايشين في دبي، والآن بسبب كورونا هم موجودين في الرياض، فأشعر أني أنا عايش مع أسرتي، أشوفهم فترات جيدة عن ما كانوا عليه لمن كانوا عايشين في الرياض أكثر. الحمد لله أمس فطرنا مع بعض واليوم فطرنا مع بعض. رمضانات الماضية ما مر علي يوم في رمضان فطرت مع أسرتي، فالسنة على الأقل الكورونا أعطتني فرصة أن أفطر معهم، أشوفهم يشوفوني. أيه. الحمد لله جميل. انا كورونا مقلبتني مقلب كبير، بقول لك ليش. انا لي سنوات طويله طويله جدا ما جربت رمضان في السعوديه، لا من ايام بيروت ولا دبي ولا ابو ظبي. ولما جاء القدر وانا بنستمتع في رمضان، لا انا وزوجتي ولا مع اهلي اذا رحنا، للاسف جت كورونا، فبالتالي افقدتنا جو رمضان. بس الحمد لله على كل حال. لكن انا بس الكورونا في شخصية مفيد، إيش اللي غيرت؟ يعني إيش القرارات اللي مفيد ممكن يأخذها لاحقاً؟ طيب، بسبب كورونا أعظم ما أشعر أنه صار في أزمة كورونا، أولاً خلت الناس، وأنا تحديداً عن نفسي، خلت الناس وأنا عن نفسي توري قديش الإنسان ضعيف جداً 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 جداً. يعني وباء لا ترى بالعين المجردة أوقف الحروب والدماء، شل الحركة الاقتصادية، أوقف السفن والطائرات، كبل الدول، وباء لا ترى. فإحنا أضعف مما يتخيل الإنسان، وما في شيء يستاهل لا الخلاف ولا الصراع ولا
الحسد ولا الغيرة ولا الكراهية، ما في شيء يستاهل. هذا ذكرني في اللحظة اللي أنا ممكن أتوفى فيها اليوم أو بكرة أو في أي وقت. سينتهي كل شيء في لحظة واحدة، سينتهي كل شيء وحبدأ حياة جديدة وحاسب في فيما فعلت في هذه الحياة. كورونا جالس تشعرني بهذا الشيء. أنا الآن جالس حاسب نفسي، هل يستاهل إني أزعل أنا وعلي مثلا؟ هل يحوج أنا أنكد على زوجتي لسبب ما؟ هل أعاقب ولدي بطريقة لا تليق إنه أبي عاقب فيها ابنه؟ ما في شيء يستاهل. زادتني صدقا، زادتني إيمان إنه العفو والتغافل والتسامح صفات عظيمة للغاية. أحيانا الواحد يمكن يمارسها من باب التصنع، بس في هذا الظرف تعلمك وتذكرك وتأكد لك 100% إنه ما في شيء يستاهل. في فترة من حياتي كنت مضطر إني أداوم يومين في مركز السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي. أقسم لك بالله علي، أول شيء أنا أبغى هذا أول حوار أحس إني أبغى أكون مفيد المفيد يعني. لا لا أنت دائم مفيد، بس ليش؟ لا يعني مفيد بدون بلا رتوش. لا بدون مفيد الإعلام لازم أتحدث للناس بطريقة. هذا اللي نبيه. بس ليش كنت يومياً؟ مر علي سنوات متتالية ما بين أبو زوجتي الله يغفر له ويرحمه وخالتي، كنت بتبرع لها بالكبد لأن كان عندها سرطان بالكبد، فكنت أداوم في مركز السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وبالمناسبة هو خلف مجموعة ام بي سي قريب علينا يومياً أنا موجود فيه. تعلمت في هذيك الفترة أعظم درس في الحياة. كنت أشوف ناس الطول 1.90 والأكتاف 1.20 وفي 25 سيكس باكس. تشوف واحد يعني اللهم صل على النبي ياكل بني آدم داخل للمستشفى، وتيجي تجلس معاه برا تدردش معاه تكتشف انه مريض سرطان مضطر كل طبعاً 6 شهور يجي يشيك. تشوف طفل، تشوف شايب، تشوف مرأة، تشوف بنت، تشوف شباب، كلهم مرضى سرطان، الحياة بالنسبة لهم منتهية. انا كنت اقول لنفسي اللي في راسه حب ما انطحن يجي يجلس في هذا المكان ويجي يشوف هذا الناس. هذا كان درس. يمكن بعدها سبحان الله الواحد لا دون شعور يدخل في دوامة جديدة وفي دوامة الحياة والمنافسة والصراع ويحيد عن هذا الفكر. كورونا أكدت لي 100% إنه ما في شيء يستاهل. جميل. طيب خلي أرجع أنا شوي للنشأة والطفولة. أنت ابن أسرة بسيطة ولكنكم الحقيقة كان عندكم إصرار على النجاح في هذه الحياة، وأنت من زمان كان أعتقد في خطة عندك، يمكن ما تعرف تفاصيلها ولا تعرف وين بتكون، ولكن أنك لازم تكون شيء يوم من الأيام. اشتغلت كثير شغلات، كتبت رواية في وقت وهجمت عليها، ووقتها كنت في عمر صغير. يمكن الوقت الإنسان لما يكون في عمر صغير ما عنده الاستعداد والقدرة أنه يتحمل الصدمات ويتعامل معها، اللي هي رواية الواد والعم كانت جريئة في وقتها، بنتكلم عنها بعد شوي. ولكن الشغل بالبداية 14 سنة أكثر من مهنة حلاق مثلا، كيف جت لماذا يعني؟ هل هو احتياج ولا كان في رغبة أنك تكون شيء؟ طيب طبعا هنيك أنك اشتغلت حلاق، أنك هذه تفيدك هذه المرحلة. أسمع ما عرفت حلق شعري في الكورونا. أنا يعني ما أحب أفتح جروح قديمة، ما أحب أنكش في مش جروح. أشياء والله هذه مش جروح، هذه بالعكس هذه مدعاة فخر. أكيد أكيد أنا حتحدث بكل شيء، بس أقول لك مثلا أنا أعلم حين أسرد القصة ليش لازم أسوي سكيب في مكان معين، لأنه ما هو مرتبط بمفيد، يمكن مرتبط بغير مفيد. لذلك أنا لما أسوي سكيب في مكان أنا متعمد السكيب، ولكن أبدا يعني ما عندي لحظة في حياتي شعرت فيها أن أنا قمت بعمل مهني غير محترم أو لا يليق. أفتخر أني اشتغلت حلان في صالون أخويا، اشتغلت حداد عند أبو واحد من أصحابي أول ما خرجت من بيت والدي. أفتخر أني اشتغلت مخلص جمركي، أفتخر أني اشتغلت سواق تريلات، أفتخر أني اشتغلت في سوق الخضار، واشتغل أني كنت عشان كذا كنت مستمتع بحلقة العطيشان عبد الرحمن نسير خير. بالعكس كل الأعمال اللي اشتغلتها أنا أشعر فيها فخر. باقي عندك رخصة الوزن الثقيل؟ وزن الشخصي؟ لا لا هي يسمونها رخصة وزن ثقيل. لا هي رخصة. أنا قلت أنا كنت معقب لدى المخلص الجمركي، يعني كمان درجة أقل. أوكي. التخليص الجمركي أنت لا تحصل عليه أساساً إلا يعني ما يصير عندك مكتب تخليص جمركي إلا إذا كنت أنت أساساً تملك الشهادة الثانوية وباقي الإجراءات. أنا وقتها ما كنت في الثانوية، كنت في المتوسطة في آخر أيام المتوسطة، وبالتالي ما عندي بطاقة أحوال، فأنا لا أستحق أن أكون مخلص، ولكن أنا أصبحت معقب عند المخلص.
فبطاقتي بطاقة معقب لمخلص. جميل. عندي فخر عالي بكل الأعمال هذه لأنها صنعت فيني شيء، علمتني شيء. حتى لما دخلت عالم الصحافة وتدرجت فيه، أذكر في إحدى المراحل كانت هي أكثر مرحلة قاسية، كنت عامل بطريقة خلينا نقول مزيج ما بين العنصرية، كون لهجتي حجازية في مجتمع مختلف عن الحجاز، وقسوة إنه هذا ولد كنت صغير في السن. بس هذا متى؟ كنت في جدة صح؟ لا بعدين لما جيت الرياض. إيه؟ بالرغم من ذلك أرى إنه هذه المرحلة الصعبة القاسية المذلة المهينة من أعظم مراحل حياتي. هي المرحلة، في مرحلة أنت اشتغلت حارس أمن وكنت تركب صفحات حقولك هي ذيك ولا هذه قبل فترة ايه. محمد معروف الشيباني بعد إغلاق جريدة المسلمون. اي كنت في جلست على الباب 9 أشهر عند الأستاذ محمد معروف الشيباني، مسيه بالخير. الله يمسيه بالخير. أولا هذا الرجل عشان أعطيه حقه لله وللتاريخ ثم للتاريخ، هذا الرجل بعد الله سبحانه وتعالى مباشرة ووالدتي هو من بنى هذه الأكتاف، هو له الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى ثم والدتي، لأنه جلست على باب مكتبه أنتظر وظيفة، والوظيفة كانت أني أكون مركب صفحات في جريدة هندية اللي هي أوردن نيوز، وأنا ما أعرف هندي بس كنت مستعد أن أتعلمها عشان أبدأ أشتغل، لأنه كنت أصرف على والدتي. من كان رئيس التحرير؟ الله يغفر له ويرحمه، غراب؟ لا الدكتور فاروق لقمان. فاروق لقمان رحمة الله يغفر له ورحمه. كان رئيس تحرير ماليالم نيوز، سوري مو أوردن نيوز، ماليالم ماليالم نيوز، وكنت كان قالوا لي فيه هذا الشاغر بس ما نقدر نعطيك إياه لأنه ما عندك اللغة، فكنت مستعد أتعلم اللغة الكيرلة. مستمعين يقولون صوتك مش واضح، أنا آسف. إحنا بس عشان ما نبغى أشوف الصورة، أي ما نبغى، خليني نسوي حل ثاني كذا زين صح؟ إن شاء الله كذا، إن شاء الله يكون هذا. يلا تفضل. فكان الأستاذ فاروق يقول لي أنا متمني يعني أعرف ظروفك الصعبة، بس هي الوظيفة عشان تقدر تدخلها لازم تكون تعرف كيرلا. قلت له مستعد أتعلم كيرلا، وعشان أخليهم يقبلوا يعني أغريهم الموارد البشرية كنت زي السلتوح على بابهم كل يوم. إيه نشبة أنت بعض الأمور. جلست على بابهم إيه فعلا لحد ما عرفت أنه في شاغرين وظيفية في الشركة ككل، وظيفة أمن ووظيفة مركب صفحات، فقلت أنا أغري الشركة. قلت لهم أنا أشتغل الوظيفتين براتب واحد. براتب واحد جميل، بس خلوني أكل. هذا اللي نقول لشبابنا اليوم، أنه يا جماعة ترى في أحيان عشان تثبت لازم تضحي شوي. صحيح. لا هو الحين يجيك واحد يقدم نفسه انه هو يفهم اكثر منك ولسه ما دق ابره في خيط على قول. تفضل. فكان بالنسبه لي هذا هو العامل التسويقي، انه يا مفيد اغريه انك تشتغل وظيفتين براتب واحد حيقبله. فمشت الايام ولا ما هي راضيه تمشي الامور، وصلت مرحله صعبه بمعنى اصلا انا عندي وقتها سيارة مصدومة من الواجهة ماني قادر أصلحها، وتسخن علي وفكر رديتر ونزل رديتر وعبي يعني بهذلة لا يمكن تتخيلها. بس كان الصعب الشيء اللي على رقبتي، أمي وأخواني. عرفت يعني لقمة العيش آخر الليل اللي تبغى تجيبها أيا كانت، تميس ولا فول ولا بيض ولا شكشوكة، هذه اللقمة هي الموجعة. أسلم. فكنت أحاول قدر الإمكان أن أقنع الشركة، فكان يوم ورا يوم يوم ورا يوم تمشي الأيام. صح. العالم منشغل بأولوياته، الموظف مشغول بأولوياته، كل واحد مشغول بأولوياته، ألين وصلت لمرحلة أني صار بيني وبين سكرتير العضو المنتدب مشكلة، أني قلت له أنت تضحك علي تجرجرني كل يوم، وارتفع صوتي وصوته فقال لي تطلع برا. فأنا قلت أنا ابن الشركة وتسع شهور واقف على الباب تطردني ما أطلع، شادينا مع بعض طلب للأمن. لما طلب الأمن طلعوني بكيت، كنت مقهور إنه أنا يعني كنت أصلاً واصل لمرحلة والله علي ما عندي ريال أكل أهلي، وحسيت بكسرة إن أنا مطرود. رجع ثاني يوم بس قبل ما أرجع بس أقول لك شيء، كانت أمي تقول لي ها بكرة تفرج، طبعاً بكرة حقت أمي اللي هي بكرة المستقبلية اللي هي هاي علي بكرة تصير، عرفت زي كذا بكرة تفرج. هذاك اليوم أنا أبكي قهر تقول بكرة تفرج. عندها إيمان فيك. وجيت بكرة. لا البكرة جميل كان. أخرج الله محمد معروف الشيباني من مكتبه ألين عندي.
واخذني من يدي الى مكتب. شفت اجمل مكتب في حياتي، عمري ما دخلت مكان نظيف زي كذا. دخلت مكتب حمد معروفي الشيباني وجلسني، حكيت قصه 9 شهور. من هو رئيس التحرير الذي طردني؟ لما رحت اطلب وظيفه بعد ما اغلقت المستمون، مين اللي نهرني؟ مين اللي كذا؟ مين اللي كذا؟ مين اللي كذا؟ كل امنيتي، كل امنيه عندي في هذيك اللحظه فعلا يقول لي خلاص موافقين على انك تصير سكيورتي وتصير مركب صفحات في ماليالب نيوز. لما خلص قصتي قال حاضر، جلس يكتب ورقه، ولما خلص قال لي بعد اسبوعين انا حكون في لندن، ابغى اشوفك هناك، ابغاك تروح الشرق الاوسط في لندن. والله اللي رفع السماوات السبع. ما استوعبت انت؟ لا. والله عرقت وحشرت. حشرت، عارف يعني انا ما عندي ريال اكل اهلي، وجاي ابغى وظيفه سكيورتي ومركب صفحات، وجالس مع هرم يقول لي بعد اسبوعين اشوفك في لندن. يعني اذا امنت بقدرات الله وماذا يمكن يصنع في حياتك يبهرك. ابهرني فعلا. فهذا الرجل محمد عرفي شيباني كان هو صاحب هذا الموقع، هو اللي جاب لي هذا العرض، هو اللي اشرف عليه، وكان في لندن يراقبني كانه ابوي. فين راح؟ فين دخل؟ صاحب مين؟ دخل مع مين؟ يروح فين؟ يجي فين؟ يسال عني ويتقص عني كاني والده، يشهد علي الله. فهذا الرجل له فضل عظيم علي، وهذيك هي خلينا نقول نسميها المرحله الثانيه من صعوبات الحياه في عالم الصحافة. ما قبلها كان في التخليص، في الجمرك، في سوق الخضار، في النقل، في الشحن، كان شيء آخر. جميل. هو يعني الشيء اللي كده المستمعين يعني راح يحبونه، اللي هو لما نختار مفيد من الصفر. ما كانت لأنه أنا دائما كنت لما أشوف من الصفر، وأحيانا أكلم مفيد ولا التقينا أمدح في شغلة، ولكني بعض ضيوفنا أكلمهم شخصيا إنه يعني مؤثرين كانوا وعرف تفاصيلهم. فأنا أقول دائم يا جماعة ترى يعني مفيد أنه هو من الصفر، لذلك يطلع الشغل حلو، يعرف التفاصيل، يعرف متى يعني متى المرحلة يذكرها ومتى. فوالله هذا يعني اللقاء اليوم أنا أشكرك عليه وأقل ما يقدم، وأنت مشاعرك الجميلة ودموعك غالية عندنا، وأشكرك الحقيقة على هذا البوح الرائع. اليوم راح نسمح طبعا ونتشرف المستمعين والمستمعات انهم يشاركونا، لكن في يمكن بعد الفاصل الجاي او في الساعه الثانيه، وفي نفس الوقت عن طريق تويتر راح نستقبل ارائهم عن طريق تطبيقنا ام بي سي راديوز من خلال تسجيل رساله صوتيه. كل هذه الامور بالاضافه الى بعض الشغلات اللي احنا راح نوردها. فتره لندن اول ما شفتها ورحت، وصف لي احساسك. شيء عجيب يا أخي. أولا وقتها ما أعرف إنجليزي أبدا، ولا شيء، ولا يعني ولا كلمة بمعنى ولا كلمة. أعرف بعض أعرف اسم الخضروات والفواكه بالإنجليزي أكثر ما أعرف أي شيء ثاني، بحكم أنه في التخليص الجمرك أنت يجيك الفاتورة فيها المسميات، أعرف جزء منها. كانت رهبة، شيء مخيف، ولد صغير رايح مو رايح بعثة تعليمية ولا رايح فسحة وتمشي. أنا وقت ترى أنا قبلها ما خرجت من السعودية، يعني لما أركب طائرة وأروح أي مكان برا السعودية ما أتذكر. هذه أول مرة في حياتي توكلت على الله ورحت. أذكر أول ما وصلت سكنت عند عائلة في مطار لندن، كنت مرعوب رعب لم أشعر فيه إلا في طفولتي لما خرجت من بيت أهلي. رعب مخيف، قلبك يضرب، تحس إنه صدرك يتحرك. وصلت لندن كان عندي هذا الخوف، لقيت واحد شايل لوحة فيها اسمي، ركبت معاه، جلس يسولف علي طول الطريق وأنا ولا كلمة ولا شيء. وصلت وهو فهم بعدين أنا أبيض ورد فتركني. المهم وصلت لبيت، كلمهم بالجوال، قال لهم إنه الشخص وصل. انفتح الباب طلعت لي سيدة، ربي يشهد اني لما شفتها استكنيت، كأني شفت امي قدامي، وكانت لابسة جلابية كمان. السيدة هذه لابسة جلابية، شعرت براحة الهية كذا انه اطمئن. لما شفت دخلت وجيت شفت وجهها ارتحت،
بدأت ترحب وتهلي، بس والله ما أدري إيش كانت تقول. بس الإحساس وصل. إيه بس حسيت باطمئنان. وكل شوية طالع فيها كذا تسألني شيء ما أدري إيش أقولها. أم مفيد النواصر، أم فروم سعود عربيا، أم مفيد النواصر، أم كل شيء. يعني يمكن سألتني تبى تأكل، تبى تتروش، تبى تلبس، أم أدري. أنا أقول أم مفيد النواصر، أم فروم سعود. قضيت هذاك اليوم. اتصلت بوالدتي طمنتها أول شيء، قلت لها إن أنا يعني عند ناس إن شاء الله إنهم شكلهم كويسين، الحرمة شكلها طيب. وبدت صعوبات لندن إنه أنت غريب ما تعرف ولا شيء، ما شفت قبل كذا لا المباني ولا الطقس ولا الجو ولا الوجوه ولا الريحة ولا كل شيء غريب، كل شيء جديد. فكانت بالنسبة لي أول 4 شهور قاتلة، قاتلة جدا. ما أعرف ولا شيء في الحياة غير الشركة وباب البيت. فأول 4 شهور يمكن ضعت بمعدل 3-4 مرات يوميا، لأني أركب الأندرغراوند في أضيع بس ماسك ورق اللي يعلموني إياه في المكتب، ماسك ورق. فإذا عديت مثلا بوند ستيشن رحت اللي بعدها ضعت، انتهت الحياة. يعني حتى أنك ترجع ما أعرف. فتبهذلت في 4 شهور الأولى لحد ما بديت أكون يعني صداقات، وطلعت من الأرض إلى فوق الأرض، لأنه ما عاد أقدر أدفع قيمة الأندرغراوند. فلازم أمشي، بس المشي بالنسبة لي مرعب، ما أعرف ولا شيء للشوارع ولا شيء. بعد 4 شهور زي ما يقولوا فكت الأمور، بديت مش الحال، بديت أصير معلم يعني. بديت أنطلق. جميل جميل جدا. طيب أعطوني المفاجأة الثانية، مش المفاجأة الأولى يا شباب، أعطوني المفاجأة الثانية. وكمان في طلب بس مهم يعني وما له علاقة بالتحريك. زودوا لنا تكييف شوي، ترى دخلنا على الصيف، أحب أذكركم يعني. لا مش مفاجآت بقدر ما هي أشياء حلوة، أشياء لازم تنسمع. وهذا بالعكس يعني ما يسعدك أنت أكثر من أي أحد. هذا اللقاء ما فيه أفخاخ، لا تقلق. كويس كفاية أفخاخ المونتاج وتكفيل الحلقات. إحنا باقينا بس من اللقاء إن شاء الله وقت يمكن أزيده ما أعرف. تجربة المسلمون كم جلست فيها أنت؟ حسب لي سنة ولم يحسب سنة، سنتين تقريبا. 97 و98، هي أغلقت في نوفمبر 98. هناك تعرفت على الله يرحمه أبو محسن عمره الضواحي. نعم. أول شيء الله يغفر له والله ويرحمه ويسكنه فسيح الجنات، أبو عبد المحسن عمر الأنصاري الضواحي. عمر الاثنين كانوا زملاء فزي. عمر الضواحي. عمر أخوه معانا. عمر وين؟ عمر المضواحي أكثر شيء يوجعني الله يغفر له ويرحمه لما نسمع شيء سلبي عنه، أقول يا ليت، يا ليت اللي كتب حرف أو نقطة في عمر المضواحي يا ليت قابله يوم. صحيح. يا ليت شافه. أتفق معك جدا. لم أعرف قط في حياتي، وأنا تجاوزت 40 بسنوات، لم أعرف قط في حياتي أنبل وأكثر رجولة وشهامة ونقاء وعفو وتسامح وصفح أكثر من عمر المضواحي في حياتي كلها. وأستاذ في المهنة. هذا موضوع آخر، بس أقول لك كإنسان عمر مضاحي كإنسان عنده إيثار لم أجده في بشر، عنده حب للشهامة والفزعة والكرم والطيب والجود وصفاء النفس. والله لم أعرفه في بشر قط طوال حياتي. عشت قد ما عشت إلى اليوم هذاك الرجل لا يضاهي أحد في هذه الصفات. كان يوجعني لما نسمع كلمة سلبية عنه، لأنه في اختلاف في وجهة نظر بين أحد وبين عمر. عمر كان أخي الأكبر وأستاذي ومديري ورباني. كل ما يخطر في بالك ولا يخطر في بالك في حياة مفيد النواصر عمر الضواحي كان له بصمة. لم أستطع أن أكتب عنه حرف يوم وفاة اليوم، لأن يشهد علي الله لا أستطيع أن أتذكره حتى أكتب. يشهد علي الله لا أستطيع أن أكتب حرف في عمر الضواحي، لأن أتذكر عمر الضواحي اللي عشت ما وأعرفه. أنا كنت أقول إن عمر المضواحي من الميزة اللي ميزات كثيرة، ولكن أنا اللي بحكم العمل والعشرة والله يرحمه كان هو يسوي معادلة رائعة بين الصحفي القدير الجريء وعزيز النفس والمتسامي عن الخطايا والأخطاء، رحمة الله عليه. أنا وصلنا تذكرناه اليوم. اسمح لي في فاصل، وبغيت أطلع فاصل تلفزيوني أنا، هذا من أمس ماسك معي المشكلة. فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد، قلب مفتوح ينفتح لكم
أكثر أو يفتحوا لكم أكثر وأكثر مفيد النويصر. هذا البوح الجميل، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. قبل أدخل الرواية، لأن هذه يعني كانت في وقت غريب، يعني صعب، مو زي اليوم الحمد لله في تقبل فيه. بس خليني أخذ الاتصال. جاهز مع الاتصال يا شباب؟ طيب، مساء الخير. مساء الخير. ألو. مساء الخير. مساء النور. شو ذا الصوت الحلو أبو يزن؟ هلا، الله يحييك ويسلمك، صوتك حبيبي. أنت معانا على الهواء. طبعا معانا الأستاذ مفيد موفق النويصر، أستاذنا كلنا. أستاذ موفق هو رئيس تحرير صحيفة مكة، وأيضا الأخ المفيد، وتعلمنا منك. أنتم مجموعة ذهبية كانت فترة، أنت وعمار المضواحي رحمة الله عليه، ومجدي وعده، وبدر مطوع، وعبد الرحمن مطوع، ومحمد سمان، ومحمد المنقري، وكان وقتها عبد الله بن مخارش أيضا. كنت حالة كذا إيجابية جميلة في الشرق الأوسط، أنا ما ودي أني أنسى أي أحد. جاء طارق الحميد فترة كمان، بس على طول راح لندن. نشكركم على ذيك المواد الجميلة اللي كانت رائعة جدا وألهمتنا، وكانت الصحافة لها رونق مختلف وتجارب كثيرة يعني. ولكن أنا أبغى مداخلتك تعطيني أبرز عيوب مفيد النويصر كأخ، وبعدين كعمل. أول شيء أشكرك علي، وأشكر الفرصة السعيدة اللي جمعتنا. طبعا مفيد من زمان ما شفت، لي فترة طويلة ما شفته بحكم هو في الرياض وإحنا بجدة، وبالتالي كويس إنه شفته الآن على الكمبيوتر. شفته على الأقل من فترة ما شفناه. مفيد في السابق والآن شخصيتين مختلفتين. الشخصية الأولى أنا أفتكر، خليني بس كده ملاحظة صغيرة، كان نوام يحب النوم الكثير. وأنا أفتكر وإحنا في جريدة المسلمون كنت يفترض يوميا أنا صحي وأخذ نروح العمل، وفي الظهرية نرجع مع بعض بسيارة، وحكم إحنا كنا ساكنين في بيت واحد، ونروح بعد السيارة نوفر المشوار. أفتكر في ذيك الفترة أني طلعت أمريكا، كان افتتاح مسجد الملك فهد في كالفر سيتي، فكولف يومي أنه كنت أصحي كل يوم، حتى وأنا في أمريكا كنت أتصل على الوالد أقول صحي مفيد عشان يروح العمل، لأن الدكتور عبد الله رفاعي يذكر بخير كان أكشر. كان أكشر وما يحب التأخير وما يحب الغياب، فكنت أخشى أنه يغيب. فالوالدة كلمتني يوم، قالت لي الله يرضى عليك لا تصحيه. قلت لهم الوالد دكتور عبد الله رفاعي حيبهدله. قالت خلي بهدله واحد يوم لكن حيضغط. وفعلا ذاك اليوم اتصلت عليه، وأظن راح متأخر. الدكتور عبد الله رفاعي طبعا غسل شراعه كالعادة، كأي واحد يتأخر كان يغسل شراعه. بعدها سبحان الله انضبط 180 درجة، أصبح يوميا يصحى من حاله يروح بدري، ما يتأخر أو ما يعتمد أنه في أحد حيصحي، كان يصحى لحاله، وتغير سبحان الله تغيير كامل. فهذه كانت من ضمن المواقف اللي لا تنسى الوزن ذاك الوقت يلعب دور كمان. صحيح صحيح. طيب إيش رأيك أنت في خطوات يعني مفيد، وفي نفس الوقت إيش المرحلة اللي كانت صعبة في حياة مفيد؟ شوف، أنا أعتقد كل واحد فينا عنده صعوباته، كل مرحلة بظروفها لها صعوباتها. يمكن في بداية الحياة، في بداية حياته الدراسية والعملية، يمكن واجهته صعوبات معينة، يمكن يعتقد في ذيك الفترة أن هي الصعوبات الأكبر. كل ما تكبر، كل ما تكبر تجربتك، كل ما تكبر حياتك، كل ما الصعوبات تزيد. أنا أعتقد المرحلة اللي هو في حالية الآن فيها الكثير من الصعوبات، يعني إذا كان يغيب عننا فترات طويلة، إحنا كأهل زوجته وأبنائه وأخوانه والدته ما نشوفه، أو إحنا ما نتواصل. يعني مثلا إحنا الآن في رمضان عاملين جروب بسبب الحجر المنزلي، فعندنا جروب على السناب شات أنا والوالد والأخوان ومش عارف، يوميا ممكن نلتقي مرة أو مرتين في اليوم. في النادر أن مفيد يكون موجود معنا بحكم ارتباط العمل الآن ووجوده في المكتب وإنهاء الأشياء المعلقة في العمل بالنسبة له. فأنا أعتقد أنه كل مرحلة فيها صعوبات، وكل صعوبة أنا أعتقد هي تطغى على كل الصعوبات السابقات. ما أعتقد أنه الواحد فينا
صعوباته تقل، كل ما تكبر في العمر، كل ما تكبر في المنصب، كل ما تكبر في المهنة، في هذا الصعوبات تزيد وبالتالي الأعباء تزيد. فأنا أعتقد أنه كل مرحلة من مراحل حياته كانت فيها صعوبات. الشيء الجميل فيها أنه دائما هو الله يرحمه عمر المضواحي، طالما إذا جاءت السيرة يقول دؤوب ذو هدف، مفيد دؤوب ذو هدف، فهو دائما عنده هدف يحط لنفسه تارجت ويسعى أن يحققه، وبعد ما يحققه يبحث عن تارجت. أنا دائما كنت أقول لمفيد أنا أغبطك على حاجتين، واحدة ما حقولها والثانية حقولها، اللي هو عنده قدرة تقديم الاستقالة. يعني مفيد أكثر واحد أنا أعرفه قدم استقالات في المناطق اللي اشتغل فيها أو في الأماكن اللي اشتغل فيها. لا لا، في واحد أكثر، خالد الفاضلي. لا صح صح. لا بس بس ارجع لي، لا ارجع لي على الشيء اللي ما تبغى تقوله. لا يعني في 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 أشياء ثانية هذه بعدين خارج الهواء. مفيد من الأشياء زي ما قلت لك إنه دائما يشعر، إن لم يشعر في المكان اللي هو يعمل فيه قادر على إنه ينتج ويكون مؤثر في 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 هذا المكان، ما يستطيع إنه يمشي، ما يستطيع إنه يستمر، فبالتالي يفضل المغادرة، ودائما يفضل أن يغادر المكان وتكون علاقة مع الآخرين جيدة. بس أتوقع تعلم الصبر في إم بي سي جروب، إمبراطورية كبيرة يبغى لها شوية وعي وصبر. صحيح. لا أنا أعتقد الإشكالية ليست إشكالية إنه صعوبات عمل، لأنه إحنا ترى كلنا يمكن جبلنا على إنه تكون في صعوبات عمل، هو دائما إشكاليته تكون لما تكون الخلافات الشخصية، الخلافات الجانبية لا تؤثر على العمل. ففي أكثر من مكان تواجد فيه عندما خرج الخلاف أو الاختلاف وجهات النظر عن الإطار العملي وأصبحت هناك خلافات أو اختلافات شخصية، هو يفضل أن يغادر، لأنه ما يستطيع أنه يعمل في هذه الأجواء إلا ما تكون أجواء صحية. يعني أنا ما أختلف مع مديري أو من هو مثلا ينوب عن مديري حول نقطة معينة في العمل، إذا كان الخلاف في العمل نفسه فهذا أمر نتقبله كلنا، لكن لما تكون الخلافات تصل إلى مرحلة الشخصنة، فهذا النوع اللي هو ما يحب يمارس فيه، يعني ما يشعر إنه هذا جبر يساعده على الإنتاج أو على هو لو إذا ما تلاحظ الآن هو طول حياته بهذا النوع، هو يعطي في العمل أكثر، أو مو بس في العمل، في حتى في حياته علاقاته الإنسانية يعطي أقصى ما يمكن، فدائما يتوقع من الآخرين يتعاملوا بهذا المنظور، وهذا أمر جيد فيه. عندما تخرج الأمور عن طبيعتها الحقيقية إن هي خلافات أو اختلافات غير عملية تدخل في جانب الشخصي، فهو يفضل دائما المغادرة، يترك الجانب يعني يترك على الأقل الباب مفتوح مع هذول الناس وتكون علاقة جيدة معهم. وأنا أعتقد أنه هذا ذكاء منه، وهذا اللي خلاه أنه في كل مكان يروح فيه يحقق نجاح ويترك بصمة ويغادره. يعني في كثير من الأشياء، إذا كان في شمس كانت له بصمة واضحة، في الشركة السعودية بحاث النشر كانت له بصمة واضحة، في مجموعة إم بي سي أتمنى إن شاء الله تكون بصمته ظاهرة، الآن في العمل التلفزيوني اللي هو يقدمه له بصمة ظاهرة. ففي كل مرحلة من مراحل حياته عنده بصمات ويتركها، وعلى الأقل يترك علاقة جيدة وحسنة مع الناس. جميل. والناس يذكروا بخير. يعني أنا حقيقة مش عشان أخويا، ولكن في كثير من الأوقات عندما يصير حديث، حتى لو ما كانوا مثلا يعرف انه مفيد اخويا، او انه مثلا الحديث كان يتم عن مفيد ودون معرفه انه انا اخوه، دائما يذكر بخير. وانا اعتقد هذه من نعم الله عليه انه دائما الناس تذكره في حضوره وفي غيابه وتذكره بخير. اشكرك جدا الاستاذ موفق النويصر، رئيس تحرير صحيفه مكه والصحفي القدير. قبل ما يغادر اقدر اقول له شيء؟ ابو يزن خليك معنا حبيبي، معك تفضل. ترى أبوي كان في رحلة وحصل الأخ هذا واعتبر أنه أخونا، ترى هو ما أخونا. وكل ذا المدح حرام عليك. شكرا لك. تسلم حبيب، الله يحفظك خليك. تعليق سريع. أبو يزن طبعا إحنا 13 أخو وأخت، أبو يزن هو أقربهم إلى قلبي، صديق، رئيس، عشرة عمر، الرجل الوحيد اللي يعرف كل شيء عني. الحديث عنه أنا ما أقدر أكمله، هو مثابة الوالد فعلا، هو مثابة الأستاذ، الأخ، الصديق. ما في أحد من أسرتي كلها وعائلتي وجماعتي وربعي وعشيرتي أتواصل معه مثل ما أتواصل مع موفق. يعني هو أقرب صديق لي على سطح الأرض. لذلك الحين هذا كلام بالنسبة لي يعني مجاملة، حارف أرد له إياه. استاهل. طيب رواية الواد والعم كيف جت الفكرة في بالك؟
والله علي الموضوع مرة بسيط في غاية البساطة. قبل 15 سنة تقريبا وأنا وقتها المدير التنفيذي لجريدة شمس، كان في وقتها موجة روايات، يعني موجة خروج أعمال أدبية في عالم الرواية. بدأتها شهرة رواية بنات الرياض، حمست الجميع. أنا واحد من اللي تحمس إني أبغى أكتب رواية، أعتقدت إنه عندي شيء في راسي يستحق أن يخرج في شكل رواية. اجتهدت بكل جهد وكتبت الرواية قبل 15 سنة. لو سألتني هل أنت ندمان على كتابة الرواية؟ أقول لك لا. لو سألتني تقول لي مثلا هل حققت نجاح أدبي؟ أقول لك إلى حد ما، لأنها رشحت لجائزة بوكر. انتقادات من لا يعرفوني ولا يعرفهم حول الرواية وثنائهم عليها كان مرضي أدبيا بالنسبة لي. لكن لو سألتني بعد 15 سنة هل لو عاد بك الزمن راح تكتبها ولا ما حكتبها؟ ليش؟ استوعبت انه عشان تكتب رواية لابد ان تكون واحد من اثنين، يا يعني انك تكون متفرغ لعلم وصناعة الرواية، شغلك الشاغل في الحياة ان تفكر كيف تخلق تلك القصة الفريدة بأحداثها بمضمونها السردي العميق بكل إبداعات وفنون كتابة الرواية، وأنا غير متفرغ. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أعتقد أنه لم أخلق لأكون كاتب رواية، يبغى لها جلد ويبغى لها عمل ويبغى لها أحد منغمس تماما أنه يسخر فعلا حياته للرواية مثل كل الروائيين العظماء. هل جزء منها أنه في مجتمعنا السعودي والعربي انه دائما تلصق الشخوص اللي في الروايه بالكاتب؟ يعني خليني اقول لك الى حد 99%. نعم. لانه احنا اول شيء خلينا نقول كذا نبسط الموضوع، ترى احنا امه لها جذور يعني الاف السنين، ولكن احنا نتكلم على مجتمع تشكل بشكل حضاري في دوله في عمر خلينا نقول 70 سنة. 70 أو 80 سنة هذه اللي بدأت فيها حركة التنمية والتغيير صاحبتها كثير من التحديات، المساحة الجغرافية الضخمة، بداية كمان بالجوع والفقر والقبائل المتناثرة في كل مكان، ثم بعد كذا جاء النفط، ثم بدأت يعني عشان تقول في دولة حقيقية في 40 سنة. نختلف شوي أنا وأنت نقول 50 سنة. 50 سنة في علم الشعوب إنه يكون عندها حضارات تاريخية في الفن وفي الرواية وفي المسرح وفي الثقافة وفي الفكر وفي العمران وفي كل شيء، 50 سنة ترى زمن قليل جدا. لا لا، هو صحيح اللي تقول، لكن أنا أتكلم في الرواية وربطها بالشخوص. نعم. هذه موجودة في 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 دول ممكن قبلنا، خصوصا إذا كانت نتاجك الأول. صحيح. يعني هل هذا جزء من الأشياء اللي ما ودك إنك؟ لا يعني هي شوف، هي كرة ثلج وتكبر في الغالب، هي هذه البدايات. يعني أنت عشان تقول أنا أبغى أحترف كتابة الرواية تكون أنت قرأت 1000 رواية، هذا أولا. بعد 1000 رواية أنت تصل للنضج أنك تكتب رواية ليست مرتبطة فيك، ولكن في الأخير من سيكتب رواية سيكتب رواية على 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 محيطه. أو شوف اللي مو بيزعل الغريب، يعني غريب ويزعل في القصة، أختنا رجاء الصانع اللي ألهمتكم سوت ذا الرواية اليتيمة وهجت. وعلى فكرة ترى أنا متحديها على الهواء في سنة من السنين، قالت في رواية ثانية وحطينا تاريخ، ولليوم هذا وجه الضيف، فهل راح تفاجئنا يوم من الأيام؟ عسى رجاء إن شاء الله. خليني أقول لك، قيل في ذلك الوقت من أكثر من ناقد، من نقاد اللي ينظر الأمور بشكل إيجابي، دعوا الناس تكتب، سيبقى من يبقى ويرحل من يرحل. الجميل في الموضوع أنه هذا حمس الناس، جعل فيه سوق يستوعب هؤلاء المبدعين ويخلق منهم كتاب. أنا أتذكر لما أسست شركة سيناريو قبل يمكن 10 سنوات لكتابة الدراما والمسلسلات والأخرين، كنت تحفي تبحث عن شخص واحد يكتب، تحفي حفي، فكنا نطلعه من المنتديات إنه هذا يكتب في منتدى بشكل جيد، تعال أخلق منه كاتب. فبالتالي حتى في الرواية في هذا التحدي، حتى في المسرح، حتى في الدراما، حتى في الكوميديا. على طاري السيناريو خلينا نشوف ظلمة، احترنا من اللي أسس، هل هو مفيد؟ هل هو ثامر الصيخان؟ هل هو أنا أعطيك القصة التاريخية؟ هل هو عمار بكار؟ لا، أعطيك القصة التاريخية أو شيء. أنا مدير الإعلام الجديد في مجموعة NBC، كنت في مكتب الرياض، كان رئيس المباشر عمار بكار. عمار بكار زي ما يقولوا إيش، حي يرزق موجود. قال نبغى نسوي شركة للسيناريو وتكون مقرها في السعودية،
تشرف عليها وتديرها انت من السعوديه وتوكل على الله، هذه الميزانيه وابدا اسس وسوي. احنا الاثنين واخذنا دعم الشركه مثل ما تسوي الشركه بالسيستم داخل. اول شيء حصل وقعنا عقد مع استاذ ثامر الصيخان اللي كان مخرج وقتها، يعني بدا يظهر صيته في الوسط ويظهر للناس، وقعنا معاه كمخرج وبدا يشكل فريقه، فريق اللي هو مصورين ممثلين، هذا تخصص. فتسلسل هذه الشركة الكل شارك فيها. عمار وضع اللبنة الأساسية الأولى، حط الفكرة، جاب البادجت، قدم لنا السبورت. هذا طريقة الشركات. أنا في الأوبريشن تحت، أخذت المكاتب، اشتغلنا على المقرات، جهزنا الأوراق، السيستم الإداري الداخلي في مجموعة MBC من خلالي أنا. وقتها كنت المسؤول عن هذا العمل لأني موظف رسمي داخل الشركة، اسمي مدير أعمال جديد. والناحية الفنية والأوبريشن اللي هو ثامر السخان كان يسافر ويروح ويجي ويتغرب وجلس في سوريا ومعه فريق عمل ومعه ناس وصوروا أعمال ومنتجوها وطلعوها ونزلت، فهو عمل تكاملي في شركة. لما استمر هذا العمل؟ والله في أسباب كثير، بس صدقا الكل قدم يعني جهد كبير، الكل بلا استثناء قدم جهد كبير. بعض المشاريع يكتب لها النجاح والاستمرار وبعض المشاريع لا يكتب لها النجاح والاستمرار. يعني اليوم لو أبغى أسوي شركة لكتابة السيناريو تجربتي حتكون أحسن وأنضج وأرفع من هذيك التجربة اللي كانت عام 2009. نعم. مليار بالمئة. طيب خليني أرجع أنا لتجربة شمس. نعم. تجربة شمس إحنا كنا جيل الجيل عمر معين من الصحفيين في ذلك الوقت متحمسين لها جدا، على رأس هيئتي بتل قوس، أنت على مستوى الإعلام الجدي على مستوى الإخراج، وكانت طالعة سبعة تابلويد طبعا ليس صحيفة صفراء ولكن أحكي عن الإخراج سايز ولا كان يعني مختلف في السعودية وفي تحدي كبير، وانطلقت انطلاقة جميلة، ولكن لأسباب ما تعرف الحدث اللي صار أوقف بتال. أنت مدري مشيت قبلها ولا بعدها؟ لا موجود. إيه كيف التجربة وليش أنت كذا تنظر لأحيانا بعتب أو روحتك كذا كانت غريبة شوي؟ بالعكس أنا أرى أنه هذه من أكثر التجارب قسوة علي في الحياة، وهي اليوم بنضجي أقول هي من أعظم التجارب لأنها علمتني علمتني كثير جدا. أولا أنا في وقتها مع كنت مدير تنفيذ الجريدة، شطارتي في 3-4 أشياء محددة وفي 3-4 أشياء ثانية ما أعرفها. فهذيك الفترة تعلمت 3-4 أشياء اللي ما أعرفها، تعلمت أسوي بادجت وأسوي ميزانيات وأقرأ أرقام توزيع وأحلل السوق وأقرأ إعلانات وبنيت شبكة علاقات وأقدر أجيب حملات إعلانية، وتعلمت كيف أنزل السوق، وتعلمت كيف أجيب مصروف الجريدة، وتعلمت كيف أفتح منافذ جديدة. بديت أتعلم العمل المؤسسي الإداري اللي أنا ما كنت أعرفه، لذلك يعني كان ينظر لي لأن أنا في مرحلة التعلم. أنا الآن جالس أقول أنا كنت كسبان، أنا مفيد اللي اكتسبت الخبرة، إني في ناس صبروا علي أتعلم، وفي المقابل لما كانوا يقصوا علي يقصوا علي لأني ما كنت مؤهل 100% لإني أدير هذا العمل. أكيد كان أبحث عن أحسن مني مدراء تنفيذيين لجريدة، فهم من طرفهم كانوا يشوفوا إني لا أستحق، وأنا أرى إني أستحق في ذلك الوقت. بعد هذه السنوات الطويلة أجي أنظر للموضوع أقول أنا لم أكن أستحق ولكني تعلمت، وهم كانوا يشوفوا أن أنا لا أستحق وقسوا علي. فأنا أراها من أعظم التجارب. أنا خرجت بعدها صرت بطل في إعداد الميزانيات، بطل في قراءة الأرقام، بطل في قراءة التحليلات. عمل اليوم في الديجيتال اللهم لك الحمد، إحنا اليوم نعد من أكبر المنصات على مستوى العالم، والفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذه المجموعة الكبيرة الضخمة، ثم قدرتنا على قراءة الأرقام والمستقبل، نشوف تحركات السوق، نشوف يعني هذا كيف تتعلمه؟ ما راح تتعلمه إلا إذا نزلت وانضغط عليك وانقهرت وشعرت بالظلم وشعرت بالقهر. لكن الإيجاب اللي يعني أنا كنت دائما أعاند نفسي لما كان أحد مثلي يجي يقول لي هذه ميزانية وارمي الورق بوجهي، كنت أنقهر، بس ما يعني بصراحة ما بيدي شيء أسوي، لا أقدر أضربه. طيب ولا أقدر أفصله. الرحيل كيف كان؟ كان بشكل طبيعي. وصل هم خلينا نقول لي قناعة إنه يا تشتغل بالطريقة الفلانية معنا يا الله يسهل عليك. فأنا قلت الله يسهل عليك، يعني أنا أخذها من قصرها، لأنه أشعر أني دخلت في زي ما قال أخوي مفروض دخلت في الزاوية اللي أنا ما أحبها في العمل، أن يتحول العمل إلى صراع شخصي، تصفية حسابات شخصية. طيب وبعدها كم جلست؟ تقريبا 8 أو 9 شهور. 9 شهور. هذه المرحلة مهمة في حياتي جدا. قل للناس ليش. أول شيء
يعني أنا كذا كنت جاي من تحت لفوق، يعني من فقر مدقع وصعود، والحياة تبدأ تتذبذب معك زي التشارت حق الأسهم، بعدين تصير في مرحلة وتصير مدير تنفيذي في صحيفة ورقية في السعودية في عام 2004. هذا يعطيك زيادة صعود، تبدأ يبان إنجازاتك، تبان نجاحاتك، تشوف أشياء، ورغم التحديات يعني رغم الكفوف من نواحي كنت تشوف أشياء إيجابية من ناحية. ثم بعدين تنكسر طاع وتنزل الصفر. ما عملت حساب هذا اليوم، ما عمري فكرت أني سأنكسر أبدا، ما خطر في بالي، كنت أعتقد أنه خلاص هو الصعود الدائم واستمر طلوع. هذه الكسرة كانت بالنسبة لي هي درس الحياة الأعظم في حياتي كلها. خسرت ناس وقتها؟ أنا ما خسرتهم، أنا فلترت الناس. القضية مش قضية طيب ربح وخسارة. الفلتر يعني الناس اللي لا يستحقون يكونوا موجودين في حياتك. أي كم نسبتهم ذولا؟ كانت نسبة كبيرة لأنه محيطي في هذاك الوقت كمان ما هو كبير، بس أنا فلترت الناس. طيب لما عدت من جديد وصار في صعودة على هذولا عادوا حاولوا يعودون؟ كثير طبعا. طيب أنت كيف كنت تعامل معهم؟ الله يشهد علي أني يعني على قلبي كأنهم أخوان لم أفارقهم، ولكن نضجي وطريقة تفكيري اختلفت كمان. فأنا اليوم بالتالي لو أنا عندي وقت راح أقضيه على فرض مع إكس، أنا أفضل أني أقضيه في عمل أو في همة أو في مشروع ولا يجلس مع هذا الإكس، لأنه كشفت لي الحياة أنه ما أستفيد منه لا علم ولا تجربة ولا صداقة ولا أخوة ولا أي شيء. فهو بالنسبة لي عابر سبيل في حياتي، عبر في حياتي. إذا شفته ححط فوق راسي، حعزمه وأكل وأشرب وأدخله بيتي، أقابله في مطعم، نلتقي نجلس في اجتماع، إن جلست أمام الناس سأثني عليه وأحطه فوق راسي. بس أن أبذل من وقتي شيء له ما حعملها صدقا، ما حسويها لسبب واحد، إنه أنا بالنسبة لي الآن الحياة عبارة عن إيش؟ تحديات وأعمال وإنجازات، وعندي مهام تجاه من هم تحتي، زملائي وأصدقائي وأخواني، لابد أعطيهم جزء من الوقت حتى بكرة يكونوا في مكاني، ولازم في ناس أحسن مني ألاحقهم وروح أتعلم منهم. فمفهومي كذا أنه والله لأني عرفت فلان واشتغلت معاه أنه لاصق في حياتي وأنا لاصق في حياته الأبد ما هي موجودة. طيب خليني برجع شوية للأسرة، أنا هنيك أنه معك ذا المرة هنا، كيف مفيد مع الأسرة؟ هل هو مفيد ولا غير مفيد؟ والله الصراحة أنا غير مفيد. وجهزوني لهذا. أنا غير مفيد. شوف إيقاع حياتي بدأ بالعمل. موضوع النوم اللي اتكلم عنه أخوي موفق له تفصيل، بس يعني نسوي له سكيب، بس أقول لك إيقاع حياتي فرض علي أن أكون إنسان مسؤول. الإنسان المسؤول يضع الأمور بأولويات، وعنده كذا ميزان حساس اللي هو أنا أبغى أحافظ على علي وما أبغى أخسر علي، وبنفس الوقت عندي أولويات، أولويات أني أنا لازم أخلص مهام عملي اليوم. فلو عاتبني علي قال لي مفيد أتصل فيك ما رديت، حسوي المستحيل عشان أخليك راضي وما تكون زعلان، وبنفس الوقت بدي أكمل أعمالي اللي خلتني ما أرد عليك. هذا خلاني أقسم الناس إلى فئتين. أنا واثق وضامن أنه مثلا والدتي وأخواني زوجتي بنتي ابني الشلة المقربة جدا، مهما غبت مهما تأخرت مهما كنت غير موجود، في مساحات من الصفح والعفو تجاهي منهم، ما حيكرهوني. فأكون أنا منشغل بحياتي العملية وأغير. ليش واثق طيب؟ لأني أعرف أولا أعرف أنت بتحرضهم علي. لا ما حرضهم، مسيهم بالخير، ووالدتك الغالية تسلم، وأيضا زوجتك وبنتينك وولدك. أنت عندك بنتين وولد. نعم. أعرف أن الحديث عن يوسف شوي أحيانا يتعبك، أو من وين تجاوزت أو حتى والدته، لكن يوسف عمره 11 سنة موجود في دبي، لأنه كلي أنت قصة يوسف. يوسف طبعاً عندي ماريا هي الكبيرة. اليوم إحنا 25، اليوم عيد ماريا بنتي، كل عام وهي بخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب. هي البكر وهي صديقة أبوها وحبيبة أبوها، وكنت متمنى أحتفل فيها وأكون معاها وتكون معايا، لكن هي موجودة بجدة. إن شاء الله يعيد عليها كل سنة وهي في أتم صحة والسعادة، وإن الله يصلحها ويجعلها من الصالحين البارين. يجي بعد ماريا يجي يوسف. يوسف بينه وبين ماريا تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات. يوسف عنده فرط
حركة شديد جدا من أعلى الدرجات وتشتت انتباه ويقرأ مقلوب استيغماتيزم فيقرأ مقلوب ما استطاع أنه يكمل التعليم فاضطرينا ندخله في مركز تعالج. كان عندها تجربتين في لندن والآن في دبي بحكم أنها فيها مركز مؤهل ممتاز وهو الآن في هذا المركز في دبي. هذا اضطر أنه والدته وأخته ينتقلوا كمان يكونوا في دبي موجودين معه. هو طفل, هو أحن طفل في الكون, حنون جدا, من صفاته أنه حنون جدا وذكي جدا. عنده قدرة تحليل خرافية ما شاء الله تبارك الله, عنده قدرة في الأشياء الحسابية والتحليل رائعة جدا, لكنه لا يستطيع أن يحفظ. لذلك هو مثلا ما يقدر يحفظ أي شيء, يعني هو حافظ من القرآن سورتين هي اللي يرددها في كل الصلوات معي, مو حافظ غيرها. ما يقدر يحفظ, ما يقدر يحفظ الأناشيد, ما يقدر يمسك شيء يقرأ ويحفظه. غير صعوبة القراءة, بالعكس أنه اللي عنده فرط حركة شديد جدا ما يقدر يجلس يتلقى تعليم. فالتعليم لازم يكون حركي ولازم يكون له طريقة خاصة. هذا ينتج عنه سلوكيات, أنه عصبي جدا, أنه غاضب جدا, ما يقدر علي اللي أنا. فأمه تحمل عبء ضخم عني مع يوسف. يتصرف أحيانا بطريقة تزعل يعني. طب كيف ردت فعله لما يشوفك في التلفزيون؟ أحيانا ما يفرق معه, مو مركز يعني. يعني مثلا لا, أنا أجيب وأقول له مثلا تعال شوف بابا عشان بعدين لما أنا أكبر أصير عجوز تحكيني, تقول لي ترى أنت لما كنت تطلع في التلفزيون عشان أنت تحكيني, وأنا يمكن بعدين أصير مخرف أنت تسليني. فيقول لي طيب, فيشوف كده شوية يقول لي مرة كويس ويهرب. صغيرة ياسمين صغيرة يعني سنتين ونص تقريبا. هي عكروتة البيت, صوتها ما شاء الله عالي, مسوي دوشة. محتمل عندها نفس مشكلة أخوها, محتمل, ما هو أكيد, ولكن إن قدر الله علينا كذا إن شاء الله طيب حنتقبل هذا الأمر بصدر رحب. بس يعني فاكهة البيت اليوم. جميل جدا. طيب خلينا نأخذ اتصال. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام انت بخير العمر كله. ليش ما قلتي لي ان اليوم عيد ميلادك؟ وانت بخير خلاص يعني عادي. معنا ماريا مفيد النويصر, بنته الكبرى, اليوم عيد ميلادها توي. يقول لي مفيد العمر كله ان شاء الله عقبال 100 سنة ولا 80, ترى كويسة. ايش تقولي لبابا اليوم؟ انه انا مرة فخورة في بابا. يعني من جد انه عانى اكثر, يعني احس انه مرة عانى ووصل لشيء مرة كبير, يعني وصل شيء يتمناه كل احد. وانا مرة احب بابا. طيب ماريا اتفقنا, تقولي لي ايش احلى اشياء في بابا؟ ايش احلى اشياء في بابا؟ والله انه بابا جدا متفهم, يعني بابا صاحبي. يعني ما اعتبره بس بابا, مرة صاحبي. دائما اتكلم معاه وزي كذا ومره يفهمني. مثلا اذا كنت على غلط او شيء, ما عنده نظام اللي مثلا يصارخ او يتكلم يعني يعصب, لا يتناقش ويفهم اول شيء. فهذا يمكن احلى شيء. طيب اتفقنا, تقولي لي ايش اسوأ اشياء في بابا؟ والله ما في صراحه شيء, لا ما في احس. الحين اتفقنا تجمعين لين يجي وقت الهواء, قلت ما تقولي له ايش. اتفقنا تجمعين السلبيات لين وقت الهواء, تسلين ماما, تسلين كذا. انا حاولت اجمع بس والله ما لقيت, يعني ما في. يمكن مثلا اذا عصب او زعل, بس احس هذا شيء طبيعي يعني كل اب يسويه. طيب ايش احلى برامج البابا واحلى حلقات حبيتيها؟ صراحه كثير, بس يعني اللي من جد شيء يعني احس حلو وان انا استانست عليه, الحين يعني هذا الموسم, عن حلقة عبد العزيز الفغم الله يرحمه. الله يرحمه. هي مسوية ضجة, وأكيد نشوف كمان في حلقات. أي يعني لسه. نعم. إيش تقول ماريا في عيد ميلادها؟ ماريا كل عام وأنت بخير يا حبيبتي. كنت أتمنى أني أحتفل فيك ونكون مع بعض, بس إن شاء الله بعد كورونا نسوي الحفلة. الهدية ما راح تضيع, أعرف أنك حتفضل تدليني طول العمر على هذه الهدية اللي ما جات. بس ما لقيت لا شركة توصيل ولا شركة هدايا. لا 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 لا, في أنا أعطيك, ما عليك أنا موافق. المهم والله
ما لقيت ولا شركة شحن توصل. ماريا فعلا خليني أقول لك شيء مرة ممكن أول مرة أقوله في حياتي. ماريا الوحيدة يمكن ما أدري الكلام هذا يزعل بس ماريا تعرف تقريبا عني كل تفصيل في حياتي لأني أروي له هو كصديق أكثر من أمها. أيوة أكثر من أمها كثير جدا. ليش ما أدري يعني تعرف ما أدري طول حياتي أقول البنت سر أبوها وإذا صاحبتها مبكرا وفتحت قلبك لها وحكيت لها ستجعل عقلها أنضج من عمرها بكثير. هذا أولا. اثنين تخلق عندها الثقة أنه أنت كمان مصدر الأمان ومصدر الأسرار. أنا أذكر مرة قلت لماريا قلت في حاجتين مهمة لازم في الحياة تستوعبيها. هذا كلام هي كانت صغيرة يمكن عمرها 13 سنة وقتها أو 14 بحد أقصى. إذا أنا عايش أو أنا ميت في حاجتين مهمة لازم تعرفيها. إنه ما في أحد الله خلقه على سطح الأرض يبتزك أو يضحك عليك أو يذلك أو يكسرك أو يهينك أو يمسك عليك ذلة. ما في أحد على سطح الأرض. إذا سويت خطأ أنا أول الناس أعرف وأنا أحل وأنا أخلص وأنا معاكي. وإذا أنا ماني موجود أكيد في أحد، يمكن أمي يمكن أخويا يمكن خالك، يعني دائما في أحد. لكن لا تقبل إنه أحد يبتزك مهما كان مين ما كان على سطح الأرض. ما في أحد يبتزك أو يضحك عليك أو يكسرك. هذا الأول. الشيء الثاني إياك أن تثقي في أحد على سطح الأرض إلا في نفسك. فنفسك تعني إيش؟ تعني أنك لازم تتعلمي، بكرة لازم تشتغلي، لو تزوجتي وحبيتي وصار عندك أطفال هذا كله ممتاز، بس لازم تثقي في نفسك قبلهم. الأب يروح والأم تروح والزوج يروح أو يتغير أو يطلع نذل أو يطلع زين أو يطلع شين، لكن أنت في نفسك ما حد يتغيري. فأنت لازم تهتمي بنفسك انك تكوني القادر على إدارة نفسك. ماريا أخي على فكرة هي كفو، هي كذا اللي أنت هذه بطلة. نعم. ماريا آخر شيء تقول لي شيء البابا. أنا مرة فخورة فيك وش اسمه مرة أحبك، يعني إيش أقول، خلاص كلام ثاني بيننا. طيب يلا كل عام أنت بخير ونشوفك على خير ماريا. شكرا 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 على تعاونك معي. شكرا لك. شكرا حياتي. الله معك. طيب احنا عندنا فاصل الآن يا شباب، فاصل ونعود لكم بعد قليل. والله هذا أحلى مفاجأة. طبعا تستاهل. اهلا وسهلا بكم من جديد في قلب مفتوح. مفيد انه يصير قلب مفتوح اليوم. اهلا وسهلا فيك. استسلم. اهلا فيك. لا ما في استسلم، الحوار حلو حب. والله انا مستمتع يا علي، ربي يشهد اني مبسوط. او انت تعرف انا ما اطلع في لقاءات يعني، واعتذرت من كثير من الاصدقاء والزملاء الاعلاميين لانه اقول انا في الاعلام المساحه الغير يمكن اولى وابدا، بس انت بالنسبه لي شيء اخر يعني، عشره عمر وصداقه واتعلم منك واستفيد منك واجد انه لك دور عظيم في الاعلام السعودي. واخجل اقول لك لا، واخجل اني اخر، واخجل اني ما اقدر. لا بالعكس انت متعلق وتستاهل. ربي يحفظك. انا بس حاب اقول ان نستقبل اتصالات الناس على 011-268-4488. اذا 011-268-4488. انا احب اهنيك انت الموسم هذا داخل بقوه. حلقة الأمس ترند إلى ساعات متأخرة من الليل، اليوم ما شاء الله أنت ترند عن اللقاء في العصر في أثناء ما إحنا نتكلم. اللقاء كان عن المرحوم عبد العزيز الفغم رحمة الله عليه. أول شيء ماذا يعني لك هذا، وهل كنت متوقع طبعا ردة الفعل هذه، وفي نفس الوقت وش عندنا في الأيام الجاية في اللقاء؟ طيب أولا أبغى أتوجه بالشكر الجزيل الكبير العميق لرئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد الإبراهيم. استاهل. مش لأنه رئيس مجلس إدارة، ولا لأنه رئيسي، ولا لأنه يقود هذا العمل يعني بصراع عجيب، وربي يشهدني لا أتملق في هذه اللحظة، بس أنا أقول لك ليش. أقسم بالله العلي العظيم كل ما أبذل وأعمل وأجتهد، وانت تعرف والناس كلهم يعرفوا في MBC ان انا في مكتب فيه بطانية ومخدة وانا في المكتب، وفي ايام ما واصل 36 ساعة وانافس واتحدى احد في مجموعة MBC في اربع دول يداوم عدد ساعات اكثر مني. لكن لما اجي امام جهد الوليد ابراهيم اصغر، اكتشف اني ولا شيء. اللهم صل على النبي ما شاء الله.
واحد الفجر، اثنين الفجر، أربعة الصبح، خمسة الصبح، سبعة الصباح، تسعة الصباح، عشر الصباح، 11، اثنين الظهر، أربعة العصر. ما شاء الله رجل دؤوب على مدار الساعة ليجعل هذه الإمبراطورية تستمر وتتقدم. فأنا أخجل لما أشوف هذا العمل، أخجل بإنجازاتي أو أعمالي أمام إنجازات أعمال اللي ما في أحد يعرفها ولا حد سمعها ولا في يوم تحدث فيها، ولم تطلب تقول له مثلا خلي الناس تعرف اللي أنت تسوي، يقول لا لا مو دور الناس يعرفون إيش أسوي. الشغل يثبت نفسه، فهو يتوارى عن ظهر. لذلك أنا أقول إذا في نجاح حققه مفيد في داخل إم بي سي أو برنامج من الصفر اللي أصبح اسمه اللقاء، القائد الأعلى خلفه دعم وليد إبراهيم، ثم قيادات إم بي سي، وخلينا نذكرهم بالاسم لأنه عليهم هجوم كثير. استاهلون استاهلون. لعل أنا الأول أن أتحدث عنهم. علي جابر رقم واحد، كثير ناس يظلم علي جابر، وبعد اللقاء يقول مفيد متملق لعلي جابر وما أدري فيه وشيعة وسنة وموساد وغرفة سوداء ولبة رايحة جاية. متقبل هذا كل اللي حنقال، بس لابد أقولها لله أولا. أنا في رمضان لابد أقول أمام الله ثم الناس إن يعرفوا الحقيقة اللي ما يعرفوه. لا يوجد أحد يدعم السعوديين داخل إم بي سي أكثر من علي جابر، وأراهن وأتحدى بالأرقام وبالأسماء. لا يوجد أحد يدعم المحتوى السعودي ويبحث عنه ويشجع أكثر من علي جابر، وأتحدى أمام الناس وبالأرقام. ثم يجي بعده على صعيد قناة إم بي سي 1 طارق إبراهيم، على صعيد الإنتاج وفرق العمل أيمن مروة. ميزة إم بي سي إنه ما فيها سعودي ولبناني ومصري، شركة ضخمة جدا، إمبراطورية عمرها 30 سنة، تأسست في بريطانيا، انتقلت لدبي، أوبريشن في 5 دول. لا تؤمن بمبدأ الجنسية، إم بي سي فيها أكثر من 60 جنسية، تصدق ولا ما تصدق؟ أكثر من 60 جنسية. عمرها بحياتها ما كانت تتكلم مع موظف وآخر بناء على جنسية. أنا أقر على راسي وأنا سعودي وشركة سعودية ورئيس مجلس إدارة سعودي، وأقر على راسي لما أخطأ ولما أنجز أكافأ. وزميلي المصري نفس الشيء، وزميلي اللبناني نفس الشيء. لو شلنا هذه العقدة على جنب وفكرنا في هذه المؤسسة الضخمة جدا، إنه كيف الواحد طب ما السبيل للتعاون معها أو الدخول لها أو بناء جسور من التواصل معها؟ في طرق، بس طرق مهنية ما لها علاقة بالجنسية. لما يجيك واحد يقول لك يا أخي هذه شركتنا، هذه شركة سعودية ولا نلحق فيها، طب إذا أنت مؤهل تعال. لا لا، هو الناس فيها ناس هم يحكون عن أنه في كل التقدير، وأنت تعرف علاقتك بكل الأسماء، كل التقدير عندي، لكن يحكون هم عن القيادات. أنا أعطيك بجاوب ميزة إم بي سي، ما في واحد شايل الدنيا كلها. يعني أنت تجي تقول مثلا مفيد الرئيس التنفيذي للديجيتال يقود الديجيتال، أنت تعرف إيش يعني الديجيتال في إم بي سي؟ يعني 4 دول فيها بشر، عندنا حسابات تتجاوز 500 حساب على جميع المنصات، لا يمكن مفيد يديرها. وبالتالي عندك قنوات، عندك 18 قناة تلفزيونية، لا يمكن علي جابر يدير هذه كلها 18 ويتحكم فيها. عمل له خارطة. لا هذا أنا أتفق معك، يعني عمل له خارطة، له شكل، له هيكل. إيه صحيح، هذا الهيكل الموجود. لما تجي هم الناس اللي حتى من أهل المهنة يقول لك في 6 قيادات تحتهم عمل كبير، عمل اللي ذكرته، بعد مشكلية هم في هذا الملف، ولا في ناس يقدرون هذا الجهد مثلا العلي ولا، لكن يتحدثون مثلا عن ليه ما في قطاع مثلا يكون على الهرم سعودي موجود. ايه؟ عندك على أعطيك بالهرم من فوق، أنا واحد سعودي موجود اليوم كقيادي داخل مجموعة إم بي سي، مساعد الثبيتي يقود قطاع الأخبار والبرامج السعودية، صاحب القرار الأول والأخير فيها. تيجي على قطاع الثانية فيها زملاء لنا من جنسية ثانية بخبراتهم التراكمية لسنوات. ما تقدر تلغي مثلا تاريخ واحدة زي مثلا رشا سعادة، حدود 20 سنة من الخبرة في البروموشن والترويج. لما تيجي تشوف البرامج حقت إم بي سي وترويج على الشاشة، لا بس أنت الحين أنا مالي، أنا كمان سينا سمر عقروق وأسماء كثيرة، كلهم يعني. وفضل الله يمسيه بالخير، وفادي إسماعيل، وأيضا العظيم سام اللي غادر والمدير الحالي، أيضا كلهم لهم التقدير. إحنا اليوم إحنا نسأل أسئلة الناس، نسأل أسئلة حتى الناس اللي هم متخصصين، هذه دائما أسئلتهم. يمكن لو علي جابر موجود نسأل هذه الأسئلة وأقصى أساس، هذه شغلتنا. لكن خليني بنكمل في ذا المحور. أنا كان بداية سؤالي عن خلطة للقاء هذه السنة. أوكي. اللقاء عمل ضجة، الحلقة الأولى الثانية والقادمة. إيه ماذا بعد؟
في مقدمة الحلقة التعريفية اللي قبل رمضان سألت نفسي هذا السؤال في المقدمة، إنه كل سنة أسأل نفسي والناس يسألوني مين بتجيب السنة الجاية. طريقتي أصلاً في الحياة أن لا أضع أهداف بعيدة، أضع أهداف قريبة. أهداف قريبة أنا أركض وأتعب خلفها ألين أخلصها، وبعد ما أخلصها أنتقل للأهداف الجديدة. اللحظة اللي أنا وأنت جالسين فيها الآن أقسم بالله لا أفكر في الضيف حق الموسم السادس الآن، ولكن يوم 30 بالضبط، شوف يوم 30 مع آخر حلقة تعرض أحتفل أنا وزملائي. أنا موصح اليوم الثاني انتهى الموسم الخامس وانتهت الاحتفالات وانتهت والكيكة أكلت وخلصنا. أبدأ يوم جديد بحساب عسير عما حصل في الموسم الماضي. طيب إيش عندنا مفاجآت السنة دي؟ أنا كنت أطمح للعالمية. عالمية بمعنى أنه أن يعكس هذا البرنامج ثقافة المجتمع السعودي والعربي لدى العالم. هذا كانت عندي خطة استراتيجية من الموسم الأول. اليوم لو أبغى أخاطب الجمهور المغربي والمصري والتونسي والعراقي، وبقول لهم مثلا علي العلياني، أبغى أقول لهم سعيد الزهراني، أبغى أقول لهم محمد الغامدي، أبغى أقول لهم فلان الفلاني، ما يجذبهم، ما يلفت نظرهم. سأعاني 10 أضعاف عشان أخليه يجي يشوف حلقة سعيد الزهراني أو علي العلياني. ولكن لو طلعت بحلقة مثلا في الموسم الثالث عن قامة من المغرب وشوهد في المغرب وانتشر في المغرب وسوى ضجة في المغرب، جزء من هذا الجمهور بكرة حيجرب يشوفوا حلقة بكرة اللي فيها سعيد الزهراني. لذلك صدى البرنامج في العالم العربي وصل 3 رسائل أساسية مهمة. رقم 1، عكس صورة أننا مجتمع مثل كل المجتمعات، عندنا المكافحين والكادحين، ابن الفوال، ابن البواب، اليتيم، الفقير. احنا مو مجتمع بترول، مو كلنا راكبين مرسيدس، مو كلنا ساكنين في قصور، مو كلنا عندنا خدم وحشم. لا زال عندنا ناس تعاني وتتحدى الحياة عشان تغير واقعها. فالمجتمعات العربية شافتنا من هذه الزاوية، وشافت إنجازات الدولة في الناس، في التعليم، في الابتعاث، في التأهيل، في منح الفرصة. شافت كيف هذه القيادة وهذه الدولة صنعت هؤلاء الناس، كيف حولتهم وغيرتهم وصاروا قادة. كيف يجي واحد مفهوم بس أبو راعي وعاش في الصحراء ويقود أعظم إمبراطورية بترول على سطح الكرة الأرضية؟ طيب بس شوقنا من عندنا في الأيام الجاية. طيب أولا إحنا جالسين نقدم عمل ضخم جدا عن المفكر العظيم والكاتب القدير عباس محمود العقاد. نعم. عباس محمود العقاد بنظري هو أهم مفكر وكاتب عربي في آخر 200 أو 300 عام. لم يأخذ حقه في 50 سنة الأخيرة كما ينبغي، وكتبه عظيمة مليئة بالكنوز والدرر، وفكره ومنطقه رائع. نعم. الأجيال الحالية اللي أكبر مني واللي بعمري واللي بعدي إن التفتوا لهذا الكنز الثمين اللي اسمه عباس محمود العقاد سيثري في حياتهم شيء مختلف. طيب بس لك سؤال بس وبرجع للعالمية، ولا هي عندنا اتصالين قبل الاتصال، يعني بصراحة مفيد. ما قد قابلت في شغلك هذا كله ناس يعني تقابلهم مثلا ودهم يطلعون في برنامجك؟ صح. أكيد أكيد. بس في خضم ذا الورشة العمل ما قابلت ناس أساسا هو ثري من الأساس يبغى يكون من الصفر، وما قابلت ناس من الصفر يبغى يقول لك أساسا إحنا كذا. طب وش تفسيرك لهذا الشيء؟ يعني أمر بشري طبيعي، يعني الله خلق الناس بأشكال مختلفة وعقول مختلفة، مو كل الناس مفيد ولا كل الناس علي. صحيح. بس كن كما أنت دائما. نأخذ الاتصال. ألو ألو، هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بالخير أخي علي. بالنور، هلا وسهلا. أمسي عليك وعلى الأخ رفيد. والحقيقة إحنا أمام قامتين من قامات الإعلام السعودي صراحة. الله يسلمك ويخليك محسن ذاتك. من معي الله يسلمك؟ محمد الزهراني الله يطول. ونعم محمد تفضل. ما عليك زود الله يحفظك. أول شيء في البداية أشكرك أنت شخصيا، لأنه إحنا يعني تعودنا عليك في التلفزيون والآن مشغلين الإذاعة على التلفزيون، فحنا وراك يعني. أنت رأس المال وأنت الوقود الحقيقي، ما نستغني عنك. الله يطول عمرك ويحفظك. سؤالي بالنسبة للأخ مفيد يتعلق بوقت البرنامج، يعني وقت عرض البرنامج العصر الساعة 5
يعني أنا وجهة نظري الشخصية أو طلبي يعني أتمنى إنه يكون في وقت أفضل في المساء يعني. يعني أنت عارف غالبا رمضان يكون مسائي يعني يكون الوقت الجامعة. هو عنده إعادة الساعة كم؟ 3:15 عنده يعني وأنتوا تتسحرون قبل صلاة الفجر في توقيت الرياض. نعم. إيه. تمام. طيب سؤالي الثاني باختصار. نعم. الله يطول عمرك. ممكن نشوف الأخ الأستاذ مفيد في برامج حوارية مثلا أو برامج توك شو مستقبلا غير البرامج يعني غير فكرة اللقاء. نعم. لأنه صراحة يعني إقامة ثقافية إعلامية رائعة يعني. نعم الحين يجاوبك شكرا محمد. الله يحفظك. تسلم. ناخذ الاتصال الثاني. ناخذ السؤال الثاني. اتصال. الو الو. طيب ناخذ الاجابات لين نضبط طبعا. طيب. بالنسبه لتوقيت البرنامج انا وانت والمذيعين والمقدمين ما عندنا سلطه القرار يعني ما انا ما اقدر اجلس اقول للقناه انا احط برنامج الساعه كذا وشيله الساعه كذا. القناه لها اداره والاداره عندها سيجمنتيشن على ضوء تحط البرامج. بس حلو ترى انا اشوف العالم. قول لي طارق ابراهيم انا لا طارق سبور بالعكس. طارق ابراهيم الله يعطيه العافيه مسي عليه بالخير. لكن اقول لك هو ليس يعني اللي يسالني انا ما عندي سلطه ما عندي قرار اجي اقول للقناه شيلوني من 5 ل 6 وانا ارى انكم تحطوني 9 ل 10. القناه طيب. عندها مفهوم. خلينا نروح للاجابه الثانيه قبل اخذ اتصالات. طيب صدقا ما عندي القدره المهنية الكاملة الناضجة اللي تخليني مذيع برامج حوارية مباشرة مثل علي العلياني مثل كثير من الناس اللي عندهم هذه التجربة. لا العفو هي بس لا مو أنا ما أنا أقول لك بس هي تحتاج صفتين. أولا التفرغ لهذا العمل لأنه اليوم اللي حيشيل برنامج حواري في قضايا الناس وهمومهم بشكل يومي يسخر حياته لهذه القضية لأنها مرتبطة بحياة الناس اليومية وبالتالي هذه يبغى لها ناسها وابغى لها وقت وابغى لها احد متخصص في هذا المجال. انا لست متخصص. هو مخلي الباب مفتوح التلفزيون. اي لا بس خلي الباب مفتوح كما تفعل دائما ما تدري. اي انا طيب ناخذ العلم عند الله في المسجد. طيب ناخذ اتصال. الو الو يبغانا نرفع نرفع لياقه الاتصالات. هلا وسهلا. اهلا. هلا وسهلا تفضلي. اهلا استاذ علي بس عندي تعليق الأستاذ مفيد. طيب بس نبغى اسمك أول شيء لو سمحتي. معليش معك حصة. ونعم يا حصة تفضلي. لقاء ملهم منطق وتجارب أستاذ مفيد نويصر أحيا روح التحدي ومصاعب الحياة بالنسبة لي. يعني أنا الآن في مرحلة تحقيق أحلامي. جميل. ويعطيك العافية صراحة على اللقاء مرة استفد. جميل جميل. شوفي كل الأجزاء تستفيدين أكثر. شكرا. في سؤال ثاني حصة. لا يعطيك ألف عافية سعري. شكرا شكرا الله يسلمك. نأخذ أيضا الاتصال الثاني. ألو. هلا وسهلا. ألو. تفضل. أنا فيصل منذر نويصر. ونعم ونعم والله هلا وسهلا. أنا حاب أمسي على عمي مفيد النويصر. أنا حاب أمسي على عمي مفيد النويصر وحاب أقول له خاطرة. خلوا مفيد يسمعها. تفضل. بخصوص البرامج والإنجازات اللي هو فيها. عمي أنا فخور فيك جدا وأنت مثلنا الأعلى ونتمنى أن نخطو الخطوات التي خطيتها في حياتك. أنا أتمنى أنك إن شاء الله تكون أحسن مني فيصل وعاجز مرة عن شكرك واتصالك وصدقني يعني تأكد إنه إذا عندك هدف حتسوي أكثر من عمك بعشر مرات إن شاء الله وإنت قدها وقدود. إنت بطل العائلة. الله يجزاك خير يا عمي. وأنا حاب أسألك ما هو جديدك في المستقبل إن شاء الله. والله ما أدري أبغى أخلص رمضان على خير. لا يمكن يكسب يقول لي إيش صاير في الأيام الجاية. شكرا لك فيصل. شكرا شكرا لك. طيب تعليق سريع على حصة فيصل. أنا أقول لك والله ثم والله ثم والله ثم والله واللي يحفظ لي أولادي الثلاثة ويحفظ لي والدتي أعظم ما أشعر فيه في الحياة هو هذه المشاعر اللي جاتني من حصة. أنا متأكد أنني ذاهب بلا عودة اليوم بكرة بعد بكرة لن يبقى من أثري إلا
انك تكون تركت بصمه في حياته حي. حصه ومنى ومحمد وابراهيم حسن طيب. يشعر انه تركت بصمه في حياته. فيصل تبغى تقول له شيء؟ فيصل من ما شاء الله من هو ولد اخوي منذر ومن اذكى اولاد العائله وانا احبه جدا. كلكم كل اسماءكم بالميم تقريبا؟ ايوه احنا مسيطرين على الحرف الميم. طيب ارقامنا مره ثانيه 011-268-4488. بسال عن الانتماءات. نعم. انت متهم انك خونجي، متهم بعلاقه مع المعتقل سلمان العودة. ابغى ردك اليوم لانه انت ما رديت لما صار عليك استفهامات او هجوم في تويتر والناس طيب. من حقها يعني طيب. هل اول شيء خلينا بس نوضح هذا الموضوع بشكل بسيط. اول شيء اليوم لما تيجي تقول مثلا فلان متهم انه ينتمي لتيار او تنظيم، تأكد أن الدولة حيجيبوه من هنا قبل تويتر تتكلم. يعني إذا أنت عندك أي هدف أو نوايا، مجرد النوايا أنك تكون لحزب أو تيار أو تنظيم، الدولة ما تلعب في هذا الموضوع، حيشيلوك من هنا في يوم وليلة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحملة اللي صارت على مفيد وصارت في يوم الأيام على علي وصارت على خالد العقيلي وصارت على فلان وغيره وغيره، وارد تصير علينا كلنا جميعنا بلا استثناء. وارد أننا يا إما مخطئين، وارد انه يا اما احنا اول كلامنا، واضح انه ممكن تكون زورت تويتات، كل الاسباب موجوده على راسها اننا كنا مخطئين. ما نجلس يقول والله انا ما كتبت انا ما سويت ابدا، قد اكون فعلا كتبت، لكن اشهد الله لو تيجي تسالني الان في تويت في انت كتبته قبل 10 ايام يوم رديت على فلان، ليش كتبت له كذا وليش قلت كذا؟ والله علي ما اتذكر، ما اتذكر فعلا ما اتذكر، فما بالك قبل 10 سنوات. ما هو سياق الحديث؟ يعني أنا وعلي أصدقاء، كتب لي في تويتر مثلا يا أبو فرقة شعر، قلت لك يا أصلع مثلا، تيجي بعدها بعشر سنين تقول في يتهم الصلع مثلا. لكن هم ساقوا هم بعض الاستفهامات. أعطيك إيه؟ وفي في المقابل تغريدات ضد الإخوان وتيار الإخوان وعندي مقالات ضد قطر أصلا في زمن لم يكن فيه خلاف ضد قطر. عام 2006 كتبت صحيفة في جريدة شمس ووبخت عليها توبيخ. نشرت قناة الجزيرة فيلم عام 2006 وكان الفيلم يجرح في الأمير سلطان عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، رحمة الله على اليمامة، يمكن اسمه صفقة اليمامة. عام 2006 كتبت مقال عنوانها موزة والقرد ومسحت بقطر البلاط. عام 2006 لا تويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام ولا سناب شات ولا شيء، 2006. وكتبت عن الإخوان في 2009 قبل ثورة مصر وتونس والعراق وقبل هذا كله. وفي نفس الفترة اللي يجيني واحد يقول لي يلا انت قلت كذا وانت عد كذا، بنفس الفترة بالضبط وجري ما حصل من تزوير الانتخابات في مصر. هذا لا ما في حد نشر تزوير الانتخابات، التسلق على ثورة مصر من الشباب. بس لحظة، تزوير الانتخابات لما فاز مرسي وشلته ولا؟ إيه لأن هي أشوى عشان بس لو أرجعك بالتاريخ الناس مشكلة ذاكرة كثير من الناس مثل السمك تنسى. لما طلعت بيانات الانتخابات أوقفت ثم أعلنت بعدين صار في مرسي، فهنا في علامة استفهام. أنا في هذا الوقت كتبت إنه هنا في شيء مو صحيح، علما أن أنا ماني مصري وقضية مصر ما هي قضيتي، ولكن المود العام في العالم العربي وفي العالم كله في أمريكا كلنا فاتحين تلفزيون وفي يدنا وسيلة تواصل اسمها تويتر ونكتب نتكلم. هل كنت بحجم من يتكلم من أصحاب التنظيمات الحقيقيين اللي قبض عليهم أو اللي هربوا؟ أكون زيهم، كنت نقطة في البحر. هل أنا كنت أكثر مثلا من اللي ما عنده في القضية هذه كلها ولكن له رأي في السوشيال ميديا؟ كنت أقل منهم كثير. أنا منهجي لست طيب. فعال كثير. عندك تعاطف كان مع سلمان العودة؟ أبداً. أنا أقول لك أنا في يوم الأيام ذكرت قصة تداولها كثير ناس بعدي. أنا قلت أنا لا أملك صورة من تاريخ القديم لأنه أيام كنت أسمع قصص المراكز الصيفية والأخير كان بالنسبة لنا الصور حرام. فرحت حركت كل صوري وقطعت كل صوري، ما عندي تاريخ. ولما تغير الزمن أصبحت صور الدعاة بالفوتوشوب تتضبط وتتلون وكذا، تعرف انا شغلتي يعني هذه، فصارت الصور جميله. فكنت ناقم على واحد اسمه سلمان العودة لهذه القصه فقط، ما عندي قصه ثانيه. اللي هي انه هذا الرجل
كان يحدثني في الثمانينات وفي التسعينات بمنطق وفكر، ولما كبرنا شوية وجينا في عالم 2000 إلا هذا واحد ثاني مختلف. الله هدا تغير ما تغير، ما هي هذه قضية؟ هل هم اختلفوا ولا أنت وعيك اختلف؟ أيوة أنا جايك في جانبين الموضوع. هل هو تغير لأنه تغير صدقا عند الله؟ ما أعرف، أنا من وكيل الله ما أدري. اللي هل هو تنظيميا حركيا برضو ما أدري، هذا شغل الدولة. بس أنا بالنسبة لي واحد كان يقول لي الصور حرام ورحت قاعد أنا حركت صوري، تجيني بعدين أنت تضبط الصور، كان هذا الموضوع بالنسبة لي زي النقمة، كل ما شفته تحدث عنه بسوء. وكنت أنتقد غازي القصيبي وأنا صغير وجاهل وغلطان وندمان، رحت سويت عنه فيلم وثائقي، فهمت؟ فأنا أقول لك في ذلك الزمان عندي مشكلة ما أحس مسلمان عودة، ليست على الصعيد السياسي والتنظيمي، وكنت أعي ما لا يعيه الناس. يعني اللي هايط علي اليوم وينظر علي يجي يقول لي سلمان فيه ويخطي، أقول لك هذا شغل الدولة، إن كان سافل أو حقير أو طيب مجرم، طيب شغل الدولة. طيب طيب بس أنا ما أقدر أتنبأ علم الغير. إيه هذه تحولات يعني في شخصية. بالضبط. أيوة تحولات. إيه لكن ليش الناس ما عنده مثلا يعني لا أنا أقول لك اللي قال عني سلمان عودة عشان طلعت في مرة إيه كتبت الله يعفو عني وعنك. ليه؟ لأني كنت أشتم أنه دفعني أن أحرق صوري وأول أخيري، قلت إيش؟ الله يعفو عني وعنك لأني اغتفتك. لكن أتحداك طلع لي شيء بيني وبين سلمان عودة غير هذه النقطة، هذه الكلمة. أنا ما كنت زي أنا العلي، أنا الآن أعترف أمام الناس أنا تكلمت عنك في ظهرك وحشيتك وسبيتك، وأرجوك عفو عني وسامحني وحللني، أنا غلطان في حقك يا علي. ماني مسامحك. ممتاز عرفت؟ هذا هو القالب. جاء بكرة علي قالوا والله علي مسكناه من غير شر مثلا أنه طلع رئيس الموساد على فرض كذا، خلاص علي العياني رئيس الموساد. يا أخي بعد 10 سنين لما مسكت علي العياني رئيس الموساد، قبل 10 سنين لما قلت له أنا آسف، ما لي علاقة أنه هو كان رئيس الموساد ولا أدري ولا أعلم غيب، أنا مو شغلتي أعلم الغيب، أنا شغلتي زعلت من علي. طيب. وسبيت علي وريت علي قلت له طيب أنا غلطان. أوكي بسألك أنا عن فكرة ذي اللي أنت معه ولا لا. نعم. فكرة لما مثلا يجي أحد من رموز التيار الديني. نعم. في الفترات كثيرة. نعم. ثمانينات تسعينات خش على بدايات الآن تغير. نعم. وفي ناس يقولوا لا يغفرون هذا التغيير، هل أنت مع عدم الغفران أو الغفران؟ وإذا كنت مع ليش، إذا كنت ضد ليش؟ طيب. أنا مع العفو والصفح والمغفرة، وهذا منهج دولتي. دولتي لما تلقى اثنين سوى عملية إرهابية وتأخذهم الاثنين تقبض عليهم وتحطهم بالسجن، في واحد تحطه في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وفي واحد يحكم عليه مثلا 25 سنة. ليش هذا هنا عفو هنا ما في عفو؟ دولتي أعلم بالأحداث والتفاصيل اللي خلف الكواليس، أنا ما أعرفها. دولتي تعرف أنه هذا مغرر به، فبالتالي تحطه في المكان اللي يتعالج عشان يفك عقله ويرجع يعني الطبيعي. الدولة أبخص. الدولة طبعاً أبخص. طيب. هذا مو ترك قاعد دق كثير ويأثر على الصوت. سامحنا ناسي. إلا ما فيش كان. نأخذ اتصالات. هلا وسهلا. ألو. هلا وسهلا. ألو. أهلاً. هلا علي. هلا بك. معك طلال من الرياض. هلا يا طلال تفضل. حيك وحي ضيفك الكريم مفيد صراحة، اللي يفيدنا كثير من برامجه. الله يسلم. أنا سؤالي له أي. هل في المستقبل يعني بعد من اللقاء من الصفر واللقاء، هل في بعد اللقاء هل ممكن نشوفه مفيد يلتقي مع ناس يعني من كبار مثل الإعلاميين أو الناجحين الطموحين يسوي مقابلة معهم ولا يعرضها إلا بعد وفاتهم، يكون فيها تفاصيل عن حياتهم عن أمنياتهم عن بعد مماتهم وش يفكرون فيه؟ بس مين بيوافق يا أخوي طلال؟ المشكلة لا بيوافقون لا بيقولون شاول علينا ما يعرض اللي بعد ما الواحد يعني يودع يكون. طيب. هذا فيه عبرة بعد فيه عبرة طيب فكرة هذه. الله يعطيكم العافية. شكرا يا طلال الله يسلمك. والله أنا مستصعبها. خليني بس أخذ صلبة بعدين نجاوب على طلال. هلا وسهلا. ألو. هلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيكم العافية ببرنامج الجميل، وأشكر أشكرك أستاذ علي وأشكر ضيفك الكريم. الله يسلمك. أنا عندي استفسار. الاسم حبيبنا. الاسم تركي. هلا يا تركي تفضل. الأستاذ علي الأستاذ مفيد النويصر قبل شوي ذكر راعي من الصحراء. إيه. فما مين كان يقصد بالضبط؟ علي النعيمي يقصد صح؟ إيه. إيه أستاذ علي النعيمي وزير البترول.
كثير هندسة. لا طال عندنا لبس علوم. شكرا لكم على اللقاء. لا لا ما يقصد هو الرسول، كان شكرا. شكرا 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 تركي انك سالت على اساس ما يكون في لبس. لا ابدا بالعكس، فخر جدا يعني علي النعيمي خارج من قلب الصحراء فخر اصلا. بالعكس فلان طالع من عشه بجيزان فخر اعظم. لا اشكر يعني لا اشكر تركي على حماسه، لانه كويس انك توضح لان الناس احيانا. طيب طلال عنده فكره يقول لك بالعكس. والله انا مستصعبها، ما اقدر اروح لواحد اقول ابغى اسجل معك واذا مت من غير شر طلع اللقاء. انا مستصعبها مع يعني في الاعلام ما في شيء زي كذا. شوف شوف سي ان ان مثلا نعم. عندهم تجربه يعني انا اعرفها في مع احد الرؤساء العرب في فتره من الفترات. الرئيس الراحل حسني مبارك مرض شديد، وكان في حكي انه راح يموت. جاء ارسلوا اهم بروديوسر واهم كذا انه بنعمل لقاء بيكون جاهز بعد الوفاه. هذا استثناء. اي طبعا هم يفكرون ما تقدر تخلق برنامج كده. اي يعني فطلال بالعكس هو يفكر منطقي. انا يعني شوف هو وكانما يقول شيء اخر مثلا يقول. طبعا جوق زمان قبل الثورات العربيه وقبل يعني فتره معينه كان. تفضل. شوف هو يمكن يقصد شيء اخر مثلا. لا قدر الله مثلا عندي ضيف معين سجلت معه وتوفي. انا مصور مع الضيف مثلا 16 ساعه، اللي ظهر على الشاشه 45 دقيقه. هنا عندي فرصه مثلا ان اخرج للناس حلقة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تصير سلسلة وثائقية عن فلان الذي توفي رحمة الله عليه بخلاف ما شافوه، حتى يروا أشياء لم يشاهدوها عن هذا الرجل. هذا ممكن يصير. طيب ناخذ اتصال. ألو مرحبا. مرحبتين، هلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك أستاذ علي؟ بخير الله يسلمك. معك هتافم حميد أحد موظفي المفيد نويصر. هلا وسهلا. الاسم الأول محمد الأول. هذا بنت يوسف المحيمي الروائي العظيم. هتاف ولا هتاف؟ أرسل لي الوالد مرة تغريدة عظيمة سويت له، يقول لي العيال كبرت. هلا يا هتاف. وسلام للوالد صديق عزيز. أكيد أكيد، قامت ما شاء الله تبارك الله على طاولة واحدة، شرف لنا جدا أننا الله يسلمك يا هتاف، يا هلا وسهلا تفضلي. أنا طبعا ما عندي أي سؤال، لأن الرجل الذي واقف أمامك أو جالس أمامك هذا لا يسأل. لكن صراحة يعني يمكن أنا ما كنت صريحة جدا معاه خلال عملي كثير. فضفضي يا هتاف. أكثر شخص مذي في التيم أتوقع ما في إلا أنا. أكثر شخص عدواني وحاشة وعاندة أنا للأمانة. في سنتين قضيتها في MBC، طبعا قضيت سنتين ونص. بس في هذه السنتين أنا تعلمت أشياء كثيرة جدا جدا جدا. طبعا ما أحب أقول هذا الكلام قدامه لأني ما ودي أنه ينبسط. بحاول يعني قلت هذه الفترة بما أنه يعني خصوصا الجلسة هذه كورونا ورمضان، قلت الواحد يلا مشي خلي يعيش يستانس دفعة يعني فيها دفعة اللقاء من الصفر. إنسان جدا عظيم، إنسان جدا ما ينفهم للأمانة، لكن تتعلم منه كثير لدرجة أني صرت حتى في الحياة الطبيعية طريقة معاناة صرت نسخة منها مع أني كنت ضد طريقته. فصرت فعليا قاعدة أتعامل مع الناس بستايل ونظام، واكتشفت أنه جدا ناجح. كيف قصدك؟ يعني قصدي يدخل الناس من هنا ويطلعهم من هنا؟ هو ما يدخل الناس من هنا ويطلع من هنا قد ما هو قادر على امتلاك الناس. جميل جدا، وهذه ترى صفة جدا عظيمة بأستاذ مفيد. عموما بس أنا حبيت يعني أبسي عليكم، وفرصة برضو حلوة أنه أكلمك وأكلمه في نفس الوقت يعني حتى هذه بالحلم ما تجي يعني. الله يسلمك من طيبك وحسن ذاتك. شكرا جزيلا لك. شكرا هتاف. شكرا هتاف. بنعلق على هتاف نعطيها وقت، بس عندي اتصالين على السلوي. أهلا وسهلا. ألو. ألو. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. تركي معك. جميل يا علي أينما حليت يعني، سواء في التلفاز أو في الإذاعة، والأجمل وجود مفيد معك. الله يسلمك خليك. الطلب الوحيد يعني يتمنى فيه قامات إعلامية تسلطون عليها الضوء، يعني زي الأستاذ عبد الرحمن الراشد، عثمان العمير. يعني فرصة، يعني إحنا نشيد بعض الشخصيات بعد ما مثلا ما تتوفى أو بعد ما لا بس خليني يكون للتاريخ بس يا تركي. لا شكرا على السؤال. بما يتعلق بش اسمه أبو عفان عثمان العمير، الحقيقة كان في لقاء قبل سنتين معي وشفاف جدا، وسبب يعني عدم وجوده هو لكي لا يكون هناك تكرار. بما يتعلق بالأستاذ عبد الرحمن الراشد، والله يا أخوك تعبنا، ها ساعدنا عليه
هو ما يحب اللقاءات يعني. ظهر معي قبل فترة في لقاء مع عبدالتال في جزء السحور، ولكن أنا كل سنة أدعو للأستاذ عبد الرحمن راشد بكل فخر، ولكن يتعذر يقول شف غيري. فصدقني إحنا معك يعني، ونشد على يدك. وأنا حاولت فيه بعد. وحاول بعد مفيد. في شيء ثاني تركي؟ تسلم الله يخليك. شكرا شكرا الله يسلمك. ناخذ الاتصال. هلا. ألو. 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 أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلا. من معنا الله يسلمك؟ أماني. هلا يا أماني تفضلي. أنا ما عندي شيء بس بسلم على الأستاذ اللي معك. حياك الله يا أماني تفضلي. الله يحييك. وبرنامج حلو نجيب دكاترة ومستشارين وبس يعني أشكو على البرنامج الرائع والحلو. ما عندي شيء ثاني. شكرا يا شكرا أماني. شكرا لك. شكرا. طيب نعلق على هتاف. هتاف أنا ما كنت أعرف أن والدها يوسف المحميد لما توظفت صراحة. أنا أحب يوسف المحميد كمؤلف عظيم، روائي رائع وقامة كبيرة جدا. ما كنت أعرفها. هتاف من النوعية اللي تحفزك غصبا عنك أنك أولا تتحملها قصيمية يعني لبشة يعني عارف إذا حطت براسها شيء الله يعينك كيف تتخارج معها. اثنين عندها جلد عظيم للتعلم، تحب تتعلم، تحب تطور نفسها. حارة جدا يعني ما يرضيها النقص، ما يرضيها التقصير. أنا هذا النوع من الموظفين أعشقهم يعني. إذا أنت عندك استطاعة تعطي من وقتك وجهدك وفكرك وصلاحياتك 10% هذول يجبروك أنك تعطيهم 100%. لذلك هتاف كثير من الزملاء اللي أجد فيهم هذه الصفات: القدرة على القيادة، الإحساس بالمسؤولية، الجلد والمبادرة. هذول بالنسبة لي يعني أدعمهم دعم لا تتخيل، وهي على رأسهم صراحة. في سنتين تعلمت أشياء يعني أجزم من أي جنسية عربية كانت ما يستطيع أحد يتعلمها هالسنتين. ليه؟ لأنها كانت تسوي عملها الرسمي اللي مفترض أنها تسويه، ومكلفها بمشروع جانبي في إدارة ثانية بتنسيق وتنفذه بالكامل، وأشرفت على برنامج الخطوة الجاية. برنامج الخطوة الجاية اللي طلع قبل رمضان. هي السينيور بروديوسر، وهي المسؤولة عن الكونتنت، وهي مسؤولة عن الضيوف، هي مسؤولة عن التواصل. واتركها يعلف حالها ولا تفاوضها واخر عنها. لا الحمد لله خير واجد. لا تستاهل بالعكس. انا تعرف انا افخر يعني افخر بكل تبرد القلب. لا بالعكس انا افخر في هذه النماذج كثير. فشكرا على انك مدحتها، هذا من طيبك. عندنا اتصالات يا شباب ولا ارجع لمشاكل الاخوان؟ طيب كان عندك انتماءات بصراحة؟ ربي يشهد لا، ولا بحياتي كنت انتمي لحد. كنت انتمي لبيت أهلي، وبعد كذا صرت انتمي لقمة عيشي يعني. لا بس مريت انت في تدين وكذا. طيب مو هي ما تقدر تسميها فترة تدين. احنا في الثمانينات وفي التسعينات طبيعة المجتمع، البيئة، بيئة لها شكل. انت في الحارة تلعب، في الحارة تحفيظ الحارة، في الصيف عندك المركز الصيفي حق المدرسة اللي فيه كل الطلبة اللي معاك في المدرسة. مظبوط. هذا الوضع الطبيعي من العربية السعودية. اللي موجود فيه او اللي غير موجود فيه هذا سيستم البلد. يعني اذا واحد دخل تحفيظ قرآن في ذلك الزمان هو نفسه اللي دخل تحفيظ قرآن في هذا الزمان. اللي كان في مركز صيفي في ذلك الزمان هو مثلا اليوم اللي في خلينا نقول في نشاط مع مؤسسة موهبة للمبدعين. طيب خلينا ناخذ اتصال. الو. هلا وسهلا. هلا وسهلا فيك استاذ علي استاذ مفيد. اول شيء معكم بدر السعد. ونعم هلا هلا وسهلا بدر. هلا وسهلا حياكم الله. اول شيء يعني شهادة حق ان نفخر فيكم اثنينكم كاساتذه، نتعلمكم كثير وحنا نفخر يعني. استاذ علي انا قد حضرت عندك دوره وفخور الى يومك في الدوره هذه اللي انا حضرتها. الله يسلمك. انا فخور انك كنت موجود فيها. كانت الدوره هي تقديم تسجيل. الحمد لله صرت الحين مقدم التلفزيون ويعني رائع جدا. شكرا لك على هذا الشيء استاذ مفيد. يعني انا في موقف لازم اقوله. قبل تقريبا 4 سنوات 5 سنوات يمكن مفيد يذكر برج رافال والجلسه اللي كان يجلسها كل يوم هناك. هذا مركز حق مفيد برج رافال. اي يعني الكواليس اللي كانت تصير للحلقات كانت كلها هناك. كان المطبخ
فضح المكان السري. وبنفس الوقت يعني كنا شاهدين على هذا الشيء. في سنة 2014 ما أنسى يعني كنت أحتاج أستاذ مفيد بشيء معين وما قصر في تويتر أذكر بالله أعرفه تواصلت معه وما قصر رد علي. ف يعني نفتخر في الأشخاص الناجحين اللي في هالوقت ما يقصرون مع الشباب. الشيء الثاني اللي أنا كان ودي أقوله برنامج من الصفر برنامج اللقاء هم في النهاية برنامج واحد. نفتخر بكل شيء بكل شخصية طلعت قصص إلهام رهيبة وعجيبة. لكن أنا عندي نقطة كبدر أحب أستلهم من الشباب اللي بعمرنا. في أشخاص كثير بعمرنا نحتاج نشوف قصصهم خصوصا أن في قصص رهيبة. ما أتكلم بعمرنا يعني إحنا شوي صغار، لكن أحد الأمثلة اللي أنا تعلمت منها الكثير وما هو بمجالي وأنا متأكد ما أدري يعني يمكن أستاذ علي أنت حاولت تطلع معه أكثر من لقاء ورفض، رابح على سبيل المثال. رابح أنا أشوف شخصية غير الفن السعودي غير الفن الخليجي غير الفن العربي. الناس تحتاج تعرف قصة رابح، مو شرط شخصيات أساسية أو شخصيات. لا أنا بجاوبك على رابح بدر، بس أنا وقتي قرب أنت عشان تجاوبك. شكرا على محبتك بدر، وأنت بالعكس مثال رائع والمستقبل قدامك ووجودك مهم. رابح تحديدا أنا تعبت يا جمهور رابح، ترى رابح من أحب الناس عندي وأنا أعرف مدى التغيير وعمل كثير أشياء رائعة للفن السعودي ولسه ما شفته شيء. بس الكرة في ملعب رابح في النهاية. بدر شاب رائع جدا. أي والله أنا أشهد بالله. شكرا روحك الجميلة معه. وكان يقول ليش ما رحت لنماذج ثانية. أول شيء إحنا شوف سوينا برنامج الخطوة الجاية اللي يكون لفئة الشباب. اليوم ما أقدر نغطي كل الفئات وكل الطبقات. رمضان 30 يوم، عدد الضيوف 24 لأنه في حلقات على يومين. 24 فأنت جالس تقدم 24 إنسان في السنة. السؤال كم في عندنا في السعودية يستحقوا الخروج للناس كقامات ورموز وقصص ناجحة؟ مليون إنسان. ما أقدر أطلع المليون إنسان في موسم ولا في اثنين ولا في عشرة ولا في عشرين. فأنا جالس أقوم بواجبي تجاه القامات والرموز وصنعت شيء للشباب خاص فيهم حتى نقدر نفرق ما بين جميل. جيلين بكرة من ضيفك الشيخ عثمان طه خطاط القرآن الكريم. الشيخ عثمان طه من أصول سورية خطاط القرآن الكريم. أعظم ما في قصة ذلك الطفل السوري أنه رسم ورقة مالية وراح اشترى فيها. فهنا بداية القصة، كيف استطاع الأب أن يحول هذه الموهبة إلى شيء عظيم في إنسان أصبح خطاط أعظم ورقة في التاريخ اللي هي القرآن الكريم. فميزة القصة ليس قصة الشخصية فقط، وإنما أفضل سبل النصح والتوجيه اللي ممكن جميل. يمارسها الواحد فينا عالميا. اليوم الجاي من عندك عندي أهم متحدث تحفيزي على سطح الكرة الأرضية ليس براون. جميل جدا. هذا الرجل عمره 75 سنة أفنى حياته تقريبا قرابة 5 عقود 50 سنة وأكثر، وهو يلهم الناس ويحفزهم. مقاطع منتشرة في العالم كلها. جميل جدا. أتمنى لك التوفيق. آمين يا رب. جزاك الله خير. انتهت بتقول شيء؟ أبغى أقول إنه شكرا لك أولا أنك اخترتني من ضمن ضيوفك. تستاهل. وأشكر أبغى أقول شيء لله ثم للتاريخ علي. يمكن ما قلت لك إياه قبل كذا بس اليوم مناسب إني أقوله. الله يشهد إن أنا على الصعيد الشخصي أحب علي العلياني. علي العلياني مرات يكون أجريسيف ويزعل ويعصب ويخانق وأول آخره. آخذ هذه إنه أخوي اللي زعلان، بس أنا أحب يعني أعترف للناس ترى أنا أحب علي العلياني كشخص وأقدر تاريخ علي العلياني وأفهم معنى تاريخ. لما يقدم الإنسان من عام 2000 لليوم 2020 عمل لم يتوقف في مجال، وأنا أعرف كيف عانيت في 5 سنوات وعلي صار له 20 سنة يقدم، معنى هذا أحد رموز الإعلام السعودي شاء من شاء وأبى من أبى. كل التقدير والمحبة للأستاذ داود الشريان والحمود الفايز وعلي الغفالي ومفرح الشقيقي وعبد الله المدافر، كلهم اسامي عظيمه وان شاء الله ان ما كنت استحد خالد العقيله عشان وهذا احب واحب كمان. والله اسماء كثيره الحين ندخل كثيره ما حنتهي. ولكن ان يستمر احد 20 عام في هذه في هذا في هذا العمل بهذا النجاح، وان كان في محبين وغير محبين والحياه صعود ونزول. اليوم علي مثلا ما هو على الشاشه، قدر الله عليه، ما هو تقصير منه، لكن ظروف علي مع الشاشه مو بنزول كورونا بس ايه انا اقول ظروف
قدريه ليست تقصير من علي، ولكن اقول ايش اللي يبقى علي بتاريخه، علي بانجازاته، علي بنجاحاته. شكرا لك. اللي حيشوف علي في اخر سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه او خمسه او عشرة او 15 مقصر، لانه علي تغرب من البلد من اجل هذه المهنه، وعاد للبلد من اجل هذه المهنه، وقدم لهذا البلد في 20 سنه انا اجزم بالحد الادنى 1000 حلقه وطنيه من اجل هذا الوطن. شكرا لك علي. انا ممتن يعني ارجو انه احنا يعني تكون هذه مناسبه صادقه امام الله ثم الناس، انت تعرف رايي فيك. الله يسلمك كاخو ومحب. شكرا وزميل. شكرا لك يعني على محبتك وعلى روحك الجميل وعلى هذا الكلام الحلو. يمكن انا من الناس اللي ما احب اسمع المدح وانا المستضيف، لكن هذه شهاده منك اعتز فيها واقدرها من اخ عزيز. اتمنى لك التوفيق، تعلق ان شاء الله مستمر. شكرا لمحبتكم، انتم دائما الوقود الحقيقي، وفعلا انتم القلب المفتوح وانا قلبي مفتوح لكم. ضيفنا غدا هو نجم الكره السعوديه المتوثب ونجم نادي الهلال العظيم، اللاعب سالم الدوسري، راح يكون ضيفي غدا. ما شاء الله. في أمان الله. في أمان الله.